أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي المحاضرة الرابعة في مراجعات الإندوكراين، وهي مجموعة المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو ريش. النهاردة عنوان المحاضرة هيكون زي ما انتم شايفين على الثيرويد جلاند. احنا we hope ان احنا عندنا 7 pages نخلصهم خاصين بالثيرويد، وهي واحدة من اهم الغدد اللي عاوزين نتعلم عليها. وزي ما قلنا ان الكراش كورس بيتميز بانه اسرع اكثر نظاما up to the point، وانت تقدر تعيد الفيديو زي ما انت عاوز. فهنتوكل على الله ونبتدئ. اللوحة رقم 1، فإحنا اللوحة رقم 1 وهي خاصة بال هنبتدي بالثيرويد جلاند. نتعلم عليها الأول 3 معلومات، إن دي one of the largest endocrinal gland، لأن زي ما أنت شايف وزنها من 15 ل 20 جرام. تاني معلومة انها highly vascular، يعني بتاخد blood flow اكتر من كثير من organs، وعليه الجراح اللي هيشيل الثيرويد لازم يبقى جراح متمكن عشان يقدر يعمل good hemostasis، ايقاف للنزيف. تالت معلومة ان الثيرويد جلاند، ودي نقطة مهمة، not essential for life، رغم اهميتها الشديدة لانها not essential for life. نبتدي أول سؤال بنسأله في الشفوي، وهي مين هم الهرمونز بتوع الثيرويد جلاند؟ الطالب الممتاز يقول في يوجد 3 هرمونات، الأكثر تميزا يقول هم 4 هرمونز. نبتدي أول 3 هرمونات طالعين من الـ A cells of the follicle، دي الثيرويد فوليكل فيها A cells و B cells، هم طالعين من الـ A cells of the follicles، ودول 3 هرمونات بيتميزوا بان هم ايودينيتد هرمونز، يعني فيهم ايودين. لو فيهم 4 ذرات ايودين هنسميها T4، وبيبقى توزيعهم في كاربون اتوم 3 و5 و3 داش و5 داش، نسميها تترا ايودوثايرونين. ومعظم الهرمونز اللي بتطلع من الثيرويد بتبقى في صوره T4 اللي هو تترا ايودوثايرونين، اللي بنلقبه بالثيروكسين، وان كان ده less active زي ما هنشوف، وايفن بيعتبروه برو هرمون. تاني هرمون في 3 ذرات ايودين بس اسمه T3، موزعين 3 5 3 داش، ونسميه تراي ايودو ثايرونين او T3، وهو ده الاكتيف فورم، ذا مور اكتيف فورم T3. في نوع ثالث اسمه ريفيرس T3، بيبقى توزيع الكربون اتوم 3 3 داش 5 داش. يعني خد بالك انا بحفظها ليكم بطريقه سهله يا اولاد، لو احنا ما زال الكربون اتوم موجوده في ال5 ده المركب الناشط، انشط مركب اللي هو T3، لو عندي ايدينيتد يعني ايودين موجود في ال 5 داش بيبقى يسموه ريفيرس T3. اظن فهمت ليه يسموه ريفيرس، لان بدل ما انت تخلصت من ال 5 داش تخلصت من ال 5 وما زال عندك ايودين في ال 5 داش. حتى احفظها لكم بطريقه لطيفه، اللي عنده الايودين في ال 5 داش ده ارميه في التراش، ال 5 داش ده في التراش، ده مش شغال كويس، ده ريفيرس T3. يبقى ال 5 داش دي الوحشة، انما اللي عنده ال 5 بس هو ده T3 ده المور اكتف. الاثنين دول مع بعض بيشكلها 10% of the الايدونيتد هرمونز. يعني باختصار الايدونيتد هرمونز 3 انواع يا اولاد حسب عدد ذرات الايودين. عندي T4 وده برو هرمون ليس اكتف، وبعدين T3 هو ده الاكتف فورم اللي عنده، اوعى تنسى 3 5 5 3 داش، وبعدين ريفيرس T3 لانك بدل ما شلت ال
5 داش شلت ال 5 فبقى 3 3 داش 5 داش اللي فيه ال 5 داش لسه موجوده ترميه في التراش ده ريفرس التي 3 ليس اكتف. طب مين هو الهرمون الرابع؟ الهرمون الرابع طالع من خلايا جنب الفوليكلز فاسمها بارافوليكولار سيلز او لانها كلير سيلز بيسموها سي سيلز، يبقى سي سيلز لانها كلير سيلز، ودي بتطلع هرمون اسمه كالسيتونين، واضح من اسمه كالسي يعني يؤثر في الكالسيوم، وبينتهي باي ان فهو بولي بيبتايد بروتين وعلى اكشوالي بولي بيبتايد، وتونين يعني يضعف، يبقى الهرمون اللي بيضعف الكالسيوم ده كالسيوم ويكنينج هرمون. اكشوالي هم يقصدوا ده كالسيوم لورينج هرمون، هذا الهرمون بيقلل الكالسيوم ليفل اسمه كالسيتونين، ده ما فيهوش ايودين وطالع من البارافوليكولار سيلز او السي سيلز اللي هو كلير سيلز، وده بيبقى هناخده مع الباراثايرويد جلاند. يبقى ده للطالب الممتاز لما يسالوه في الشفوي الثايرويد جلاند سيكريتس هاو ماني هرمونز، يقول الممتاز 3 الاوائل يقول 4 4 3 ايودينيتد تي 4 تي 3 ريفرس تي 3، وبعدين الفورث هرمون طالع من البارافوليكولار سيلز او سي سيلز اللي هو الكالسيتونين. يبقى احنا مع الثايرويد يا اولاد هندرس الثلاثه الايودينيت اللي هم معمولين من الايودين. فالاول ناخد فكره مبسطه على الايودين. احنا عندنا الايودين اللي بناخده بير داي 500 مايكروغرامز بالتقريب، طبعا الرقم بيختلف زي ما قلنا من مصدر الى اخر، انما انا بدي الاعداد المتفق عليها في الدنيا كلها والاسهل، يعني بنقي حاجتين متفق عليها ولسه بسهله 500 مايكروغرامز بير داي. انت فتح كلام كده بترمي منهم 400 مايكروغرام في اليورين ما بيروحوش ثايرويد جلاند خالص، حضرتك بتستخدم 100 بس مايكروغرام، هما دول اللي بيروحوا للثايرويد جلاند ويتحولوا الى هرمونز، وبعد ما الهرمونز تشتغل وتبقى ان اكتيفيتد هذا الايودين بنرميه برضو في اليورين، لكن للاوائل في 20 مايكروغرام بيترموا في الاستول، يعني كان في النهايه بينزل في اليورين مش ال 500 كلهم، 480 و20 مايكروغرام في الاستول. بالنسبه للايودين يا اولاد عاوز تعرفوا عنه الاتي. اولا الايودين ده وظيفته الاساسيه في الجسم انه يعمل الايودينيتد ثايرويد هرمونز. يعني لما يسالك في البايوكيمستري الايودين ده وظيفته ايه؟ بيعمل الثايرويد هرمونز اني نوع الايودينيتد، لان احنا عندنا هرمون رابع اللي هو كالسيتونين ما فيهوش ايودين. طب نلاقي فين هذا الايودين؟ انا علمتها لاجيال، هذا الايودين مرتبط بالبحر. يعني في النباتات التي تنمو بجوار البحار plants that grow near the sea والسي فيش والاسماك البحريه. مش السمك، ركز، الاسماك البحريه، الاسماك النهريه لا ما فيهاش. طب هنا هيتبادر سؤال، طب ده في ناس عايشين في دول موجوده بعيده عن البحر، يبقى هيعانوا من نقص الايودين، يبقى هيجي لهم هايبوثايروديزم. فعلا ده كلام صحيح، عشان كده العالم تنبه لذلك وقال مش عاوزين بقى يبقى انا قريب من البحر باخد ايودين، بعيد عن البحر ما باخدش ايودين. فتم إضافة الأيودين على التيبل سولتس، على السولتس الملح اللي احنا بناكله ده، في كل 100,000 جزيء صوديوم كلورايد بيضيفوا عليه جزيء صوديوم أيودايد. إذا مصادر الأيودين يا إما الأكلات البحرية، النباتات التي تنمو بجوار البحار أو الأسماك البحرية، أو حتى في ملح الطعام. فحتى لو أنت زي في مصرنا العزيزة في الفيوم أو في الواحات بتاعت الموجودة في الصحراء بعيدة عن البحر، ستيل بتاخد أيودين، مش هيجي لك هايبوثايروديزم لأن الملح الطعام فيه أيودين. يبقى الأيودين 500 مايكروغرام بناخدهم في اليوم، 100 بس بيروحوا للثايرويد جلاند، و400 يبقوا اكسكريتد إن كيدني. حتى ال100 اللي هم عملوا ثايرويد هرمونز بيبقوا موستلي اكسكريتد إن يورين. طيب تقل للفورميشن اوف ثايرويد هرمونز، تكوين الثايرويد هرمونز، ده سؤال مهم جدا في البايوكيمستري، لكن طب احنا بناخده ليه في الفيزيولوجي؟ المهم جدا في الام اس كيو عندنا. انا ما عشقت مثل عشق النظام يا اولاد،
وركز معايا وابقى راجع الفيديو تاني عشان انا عاوز امشي بكميات كبيره. الثيرويد هرمون بتتكون في اربع خطوات، حلو؟ وبعدين بتبقى ريليست من الثيرويد جلاند في الخطوه الخامسه، وبعدين ترانسبورتد في الدم الخطوه السادسه. يبقى التكوين اربعه، ودول بيتعملوا جوه الثيرويد فوليكل اهي، اللي هي فوق هيبقى ده يعادلها في الرسمه، لو واخد الرسمه دي مكبره، اللي هنا هو فوق اهو، وادي الثيرويد سيلز اللي بنشتغل فيها كبيره قوي اللي هي هنا، وجنبيها البلاد فيسل باللون الاحمر عشان تبقى فاهم. يبقى اربع خطوات لتكوين الثيرويد هرمونز، خطوه عشان نطلعها في البلاد نريليست ان بلاد، وخطوه اخيره عشان يبقى ترانسبورتد. قبل ما اجي لهذا الكلام انا عاوز اقول حاجه، ان الثيرويد جلاند بالاضافه انها بتعمل اربعه هرمونز، بتعمل بروتين اسمه ثايروجلوبولين اهو، وبتحوشه في الفوليكل اسمه ثايروجلوبولين. طبعا بيتعمل فين في السيلز؟ اي بروتين يا اولاد بيتعمل في الراف اندوبلازميك ريتيكولم، ويبقى ستورد في الفوليكل، وبيبقى على فكره مختزن في ايودين زي ما هنشوف بعد شويه، وهذا الايودين حتى لو انت ما خدتش ايودين في الاكل هيكفيك لشهور. يبقى الثيرويد جلاند بتطلع اربع هرمونز وبتعمل الثايروجلوبولين. هذا الثايروجلوبولين بيتميز بايه يا اولاد؟ لما نبص فوق هنا بانه غني جدا في التيروزين، كل موليكل ثايروجلوبولين في 123 موليكل امينو اسيد تيروزين. واحد يقول لي حتى انت حافظها ازاي؟ يقول لك الاعداد ورا بعض 123 1 2 3. اكشن يا اولاد، احنا عشان نعمل الايودينيتد هرمونز محتاجين حاجتين بس، ايودين والتيروزين. دونت ايفر فورجيت ذس، ايودين وتيروزين. التيروزين موجود جوه الغده في الفوليكل، في الفوليكل هنا مع الثايروجلوبولين، لان كل موليكل في الثايروجلوبولين في 123 موليكل تيروزين، والايودين هنجيبه من الدم. يبقى احنا عشان نعمل الايودينيتد ثايرويد هرمونز محتاجين حاجتين، ايودين من الدم والتيروزين امينو اسيد موجود في الثايروجلوبولين جوه الفوليكل اللي صنعته الثايرويد سيلز. حتى قلنا فين السيلز بتصنع اي بروتين؟ في الراف اندوبلازميك ريتيكولم. نبتدي بقى الخطوات الاربعه يا اولاد. اهم خطوه هي الخطوه الاولى، ودي اللي بيجي عليها معظم الاسئله في الام اس كيو، ان الغده عندها تيروزين وعاوزه من الدم تاخد ايودين. حقيقه الامر للاوائل هي ما تاخدش ايودين، الغده بتاخد ايونايزد ايودايد، يعني ما تقولهاش غلط، يعني ايودايد متاين اهو، بص عنده تشارج اهو. دي اول خطوه انها تاخد هذا الايونايزد ايودايد، وليها اربع اسماء بيسموها ايودايد بامب، بيسموها ايودايد ترابينج ميكانيزم، بتصطاد الايودايد، لانه ما بتاخدوش لوحده بتاخده مع الصوديوم، فبيسموها صوديوم ايودايد سيمبورت، تاخد اثنين صوديوم وواحد ايودايد. اكشوالي هي بتاخد الصوديوم اكتفلي وفوق البيئه بتاخد معاه الايودايد، فده اكزامبل اوف سكندري اكتف ترانسبورت. وانا هنا كاتبهم لك بطريقه لطيفه الاربع اسماء عشان لو حبيت ما تشوفهم، يبقى ايودايد بامب او ايودايد ترابينج يعني تصطاد ميكانيزم، او صوديوم ايودايد سيمبورتر، او سكندري اكتف ترانسبورت. تصور اول عمليه ليها هذه الاسماء الاربعه. ما تجي لك في الام اس كيو اي واحده من دول يبقى هو عاوز الكلام ده. اهم ما فيهم ان الغده ما بتاخدش ايودين، بتاخد ايودايد. حب النظام يا اولاد، اتعلم عن اول خطوه، هي اصعب خطوه كم معلومه؟ خمسه. المعلومه الاولى ان الجلاند takes and concentrates ionized iodide. takes and concentrates ionized iodide. ده طالب ذكي قال لي الجمله دي تعني نخرج منها من غير ما تقول انها it's an active process، وعشان كده حتى سموها iodide pump. ليه؟ لان انت قلت ده gland takes and concentrates، يعني تركيز الايودايد جوه الثايرويد سيلز 25 مره قد تركيزه بره في البلاد، يبقى against concentration gradient. طالب اسكى قال لي وانت قلت ionized iodide يبقى نيجاتيف رايح لنيجاتيف، يبقى ده against electrical gradient. يبقى هذا الايودايد بامب بيحدث against concentration
and electrical gradient. So it's an active process. هذه أول معلومة. ثاني معلومة إنه هو secondary active. يعني الغدة بتاخد صوديوم أساسا ومعاه الأيودايد. اثنين صوديوم ومعاهم واحد أيودايد عشان كده سموها صوديوم أيودايد سيمبورتر. Secondary active transport. معلومة التالتة بيزيد بإيه والرابعة بيقل بإيه؟ بيزيد أهي بالثيرويد ستيميليتنج هرمون الأيودايد بامب. طب وبيقل بإيه؟ بالمونوفيلنت أينز بالأيونات اللي هي أحادي التكافؤ. طالب زكي قال لي أنا فهمت ليه الأيودايد أحادي التكافؤ، فلو في الدم أيون آخر أحادي التكافؤ هيعمل مع هذا الأيودايد كومبيتيتيف إنهيبيشن، الغدة هتاخد هذا الأيون اللي هو أحادي التكافؤ ظنا منها إن هو أيودايد، يبقى كومبيتيتيف إنهيبيشن بالمونوفيلنت أينز. زي مين بقى المونوفيلنت أينز؟ تبقى حافظهم صم. المونوفيلنت أينز دول زي البوتاسيوم بيركلوريت أند ثايوسيانيتس، دول بيمنعوا الأيودايد بامب. وهتقولي طب إيه أهمية المعلومة دي؟ إن الأدوية دي بتمنع الأيودايد بامب وعليها تمنع تكوين الأيودينيتد ثيرويد هرمونز، وعليه ممكن نستخدمها في الناس اللي عندهم هايبرثيروديزم. المعلومة الخامسة انه الثيرويد جلاند ماشي الغدة الوحيدة اللي بتاخد الأيودايد، في غدد تانية في جسمك بتاخد الأيودايد. انا رسم لك اهو اربعة من فوق لتحت، تعال حتى اوريهم لك على ده. سليفري جلاندز بتاخد أيودايد، البريست بياخد أيودايد وده جلاند الماماري جلاند، الجاستريك جلاندز بتاخد ايودايد، ايفن في الستات حامل بلاسينتا بتاخد ايودايد. بس في الاربعه دول بقى خد بالك كلمه مهمه، اتس نوت ستيميليتد باي ثايرويد ستيميليتنج هرمون، العمليه مش ستيميليتد بالثايرويد ستيميليتنج هرمون. دول خمس جمل يا اولاد بيجوا في الام اس كيو في موضوع الايودايد بامب او ايودايد ترابينج ميكانيزم او صوديوم ايودايد سيمبورتر او سكندري اكتيف ترانسبورت. ده اربع عناوين وخمس معلومات. اول معلومه هناخد كل اثنين مع بعض، يحدث اجينست كونسنتريشن اند الكتريكال جريدينت. خلاص يبقى ات از اكتيف بروسيس. ثاني معلومه، لا هو سكندري اكتيف لانها بتاخد الصوديوم اثنين وفوق البيعه بتاخد معاه الايودايد. المعلومه الثالثه والرابعه، ستيميليتد بالتي اس اتش وانهبيتد بالمونوفيلنت أينز كومبيتيتيف انهيبيشن. المعلومه الخامسه ان في اذر جلاندز بتاخد الايودايد في الجسم، سليفري جلاندز، ماماري جلاندز، جاستريك جلاندز اند بلاسينتا، بات ان ذيس جلاندز الايودايد بامب از نوت ستيميليتد باي تي اس اتش. دي كانت اصعب خطوه بتيجي في الام اس كيو، ودي كل الاسئله اللي فيها وورد وايد يا اولاد. طيب نرجع تاني خطوه ثانيه، بعد ما الغده خدت الايودايد تكتشف ان هذا الايودايد المتأين لا يصلح لعمل الايودينيتد هرمونز، لازم تحوله من ايونايز ايودايد الى اليمنتال ايودين. اهو شايف الرمز بقى، مش اي عليه هنا علامه تشارجز، لا اي 2. دي تاني خطوه. طب مين اللي هيحول الايونايز ايودايد لاليمنتال ايودين؟ عمليه اوكسيديشن، انزيم اسمه ثايرويد بيروكسيديز. موجود فين الثايرويد بيروكسيديز؟ ده موجود في الكولويد في الثايروجلوبولين اهو، عشان كده العمليه دي بتحدث عند الايبيكال بوردر اوف ذا ثايرويد سيلز، عند الايبيكال بوردر اوف ثايرويد سيلز، اللي هي ان نحول الايونايزد ايودايد اللي ما ينفعش الى اليمنتال ايودين ينفع بال ثايرويد بيروكسيديز. طيب ثالث خطوه، ان هذا الاليمنتال ايودين اللي ينفع هيتحد مع التيروزين اللي موجود في الثايروجلوبولين. احنا قلنا الثايروجلوبولين فيه 130 تيروزين امينو اسيد، يبقى يتحد الايودين مع التيروزين. لو اتحد واحد ايودين مع التيروزين يسموها مونو ايودو تيروزين، طب لو اتحد اثنين ايودين مع التيروزين يسموها داي ايودو تيروزين. والعمليه دي يا اولاد يسموها اورجانيك بايندينج. طب ليه سموها اورجانيك بايندينج؟ افهم، لان اتحاد الايودين مع التيروزين
لم يحدث مع فري تيروزين، ما حصلش مع امينو اسيد لوحده، انما هذا الامينو اسيد جزء من الثايروجلوبولين، جزء من بروتين كبير اسمه ثايروجلوبولين، وبالتالي المركب كله بقى ماسك في الثايروجلوبولين. عشان كده سموها اورجانيك بايندينج. يبقى كده انا خلصت ثلاث خطوات من الاربعه لتكوين الثايرويد هرمونز. هلخصهم لك. اول خطوه الغده خدت للاوائل ايونايزد ايودايد، حولته الى تاني خطوه اليمنتال ايودين، ثالث خطوه يتحد الايودين مع التيروزين. هنا بقول حته فيها مزاح يا اولاد، ساعات الطالب يلخبط في كلمتين، في ايودايد وفي ايودين، هو ناسي مين فيهم اللي متاين اللي هو الايودايد، ومين فيهم اللي اليمنتال العنصري اللي هو الايودين. فساعات طالب يلخبط يقول لك الغده خدت ايودين حولته الى ايودايد اتحد مع التيروزين، هنا ماشي غلط. طالب يقول لي طب ما لخبطهاش ازاي؟ انا اساعدك في البايو بموسيقى الكلام، في سجع لو انت مشيت صح هتلاقي هذا السجع. يبقى الغده خدت ايودايد حولته الى ايودين، يتحد الايودين مع التيروزين. الله حلوه. يبقى في ساجع هنا، ايودين مع تيروزين يدي يا مونو ايودو تيروزين يا داي ايودو تيروزين. نيجي الخطوه الرابعه، انا بقى منتظر الاخيره في التكوين اللي تقولوها لي. يبقى جوه الفوليكل الثايروجلوبولينز، التيروزين اللي فيه ماسك يا اما في واحده بس ايودين مونو ايودو تيروزين، او في اثنين داي ايودو تيروزين. واحنا الهرمونات فيها يا أربعة يا ثلاثة، نعملهم إزاي؟ عندي يا مونو وداي. طب لو عاوز أعمل ثلاثة يبقى أعمل كابلينج مونو مع داي، يبقى دلوقتي يبقى في ثلاثة أيودين. طب لو عاوز أعمل التي فور داي مع داي، يبقى دلوقتي بقوا تي فور، فيسموا العملية دي كابلينج. كابلينج يعني نجيب كل زوج مع بعض، كل التو مونيكلز مع بعض، داي مع مونو يدي ثلاثة، وداي مع داي يدي أربعة. كل هذه الخطوات ما كانت لتحدث إلا بسبب إن إحنا حولنا الأيونايزد أيودايد اللي ما ينفعش إلى إليمنتال أيودين. عشان كده الخطوات دي كلها محتاجة إن الأيودين يبقى في صورة إليمنتال أيودين مش أيودايد. وعشان كده نقول كلها مين اللي بيساعدها بقى؟ الثيرويد بيروكسيديز. يبقى الثيرويد بيروكسيديز هو اللي بيحول الأيونايزد أيودايد إلى أيودين، الخطوة الثانية، وهو اللي بالتالي بيؤدي الى تكوين مونو داي ايودو تيروزين الخطوه الثالثه، وهو اللي بيؤدي الى كابلينج تي 3 وتي 4. فيبقى اهم انزيم عندنا اللي هو الثايرويد بيروكسيديز، خلاص، وبيسموه ثايرو بيروكسيديز، وبيسموه في نفس الوقت برضو ايودو بيروكسيديز. طيب تصور بقى هذا الانزيم ممكن نبوظه وبالتالي نمنع تكوين الثايرويد هرمونز، وبالتالي العقاقير دي نستخدمها مره تاني في علاج الهايبرثايروديزم. تعال نشوف اسماء العقاقير، لان دي من ليه خدنا الفورميشن عشان العقاقير دي يا اولاد. مين العقاقير اللي بتبوظ الثايرويد بيروكسيديز؟ بروبايل ثايوراسيل، او كاربي مازول، او ميثي مازول. خلاص، يبقى كاربي مازول اور ميثي مازول. والأدوية دي اللي بتبوظ الثايرويد بيروكسيديز هي المور كومون في علاج الهايبرثايروديزم، أكثر شهرة من اللي بيمنعه الأيودايد بامب زي البوتاسيوم بيركولاريت، ده ليس كومون. يبقى ليه خدنا الفورميشن؟ طال يقول ليه بناخد فورميشن؟ ليه بناخد بايو في الفسيولوجي؟ عشان نتعلم الكي ستيبس اللي ممكن نوقف فيها الفورميشن، وبالتالي نمنع تكوين التي 3 والتي 4، وبالتالي نستخدمها في علاج الهايبرثايروديزم. دي كانت يا اولاد الخطوات الاربعه لتكوين هرمونز، تذكروني بيها بالعناوين، والتفصيلات هسيبها تعيد الفيديو. يبقى الغده خدت ايه يا اولاد؟ نقولها مع بعض. خدت ايودين ولا ايودايد؟ طالب قال لي ايونايزد ايودايد، خطوه اولى ما ينفعش، حولته الى اليمنتال ايودين الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه يتحد الايودين مع التيروزين بتاع مين؟ اللي هو بارت من الثايروجلوبولين، عشان كده سموها اورجانيك، اورجانيك بايندينج، لانه جزء من الثايروجلوبولين. تدي يا مونو يا داي ايودو تيروزين. وبعدين قلنا مونو مع داي يدي تي 3
ودايم علايد دي تي 4، وقلنا حسب توزيع الكربون اتومز. لو كربون اتومز 3 5 3 5 يبقى ده تي 4 وده 90% من انتاج الغده. اما لو تخلصنا من الداش دي ما حطيناهاش هي مش موجوده، يبقى عندي 3 5 3 ما عنديش ال 5 داش، يبقى ده التي 3 اللي هو مور اكتف ذان تي 4. اما لو عكست وبدل ما اخلص من ال 5 داش بتاعت التراش ابقتها وتخلصت من المهمه اللي هي ال 5 العاديه اللي من غير داش، يبقى عملت العكس، فيسموا ده ريفرس تي 3 ده ان اكتف، اللي هو يبقى اسمه في الحاله دي 3 3 5. دول الثلاث هرمونات اللي هم ايودينيتك بس كلهم يا اولاد ماسكين في الثايروجلوبولين جوه الغده، فاحنا عاوزين نعمل لهم ريليس نطلعهم بره الغده. دي الخطوه الخامسه. لطالب ذكي قال لي هرمون ماسك مع بروتين اللي هو الثايروجلوبولين، عشان افكه يبقى اي نيد بروتييز انزيم بروتييزس، والبروتييزس دي موجوده في اللايسوزوم، واللايسوزوم دي سيل اورجانيل، يبقى لازم الثايروجلوبولين يدخل جوه السيل ويروح لللايسوزوم اللي فيها البروتينيتك اللي هي البروتيزس عشان نكسر الاتحاد ونطلعه في الدم. طب لطالب ذكي البروتين بيدخل اي خليه ازاي؟ العمليه اسمها اندوسيتوزس، على وجه التحديد بينوسيتوزس. يبقى الثايرويد سيل اهي اللي هي الثايروسايتس هتاخد الثايروجلوبولين بالبينوسيتوزس او اندوسيتوزس وتوديه للبروتيزس لللايسوزوم، هناك البروتيزس انزيم هيعمله ريليس للفري هرمونز. الخطوه السادسه، وانس الهرمونز بقوا ريليست، الهرمون دي صغيره جدا يا اولاد، دي معموله من ايودين مع تيروزين، يعني ايودين مع امينو اسيد. يا نهار ابيض ده سهل جدا تنزل في اليورين، الا اذا شلناها على بلازما بروتينز مينلي جلوبولين، فبنسميه ثايروكسين بايندينج جلوبولين، ده بيشيل 70% من الهرمونات. ثايروكسين بايندينج جلوبولين الالبوم بري البومين كل واحد بيشيل 15% من الفاضلين. طيب وقلنا هنا في سؤال مهم جدا، الالبومين عنده الهايست كاباسيتي طبعا اكتر من الجلوبولينز، لكن ليه اتشالوا على الجلوبولينز؟ ده سؤال مهم في الام اس كيو، لانه عنده الهايست افينيتي تو هرمونز. فالهرمونات في الدم بيتشالوا على مينلي على الثيروكسين بايندينج جلوبولين 70% و15 و15 على الالبومين وبري البومين. طيب بالطريقه دي يبقى احنا حافظنا عليهم. دي الخطوات السته في الفورميشن اوف هرمونز، اربعه عشان نعمل هرمونز، واحد عشان نعمل له ريليس، واحد عشان نعمل له ترانسبورت. يبقى نقولهم بسرعه، خدنا ايونايز ايودايد خطوه اولى، حولناه الى اليمنتال ايودين خطوه ثانيه، يتحد الايودين مع التيروزين، ما هم دول اهم اثنين، الايودين مع التيروزين يدي مونو اور داي، وبعدين نعمل كابلنج مونو مع داي يدي ثلاثه، وداي مع داي يدي اربعه، ده الفورميشن. وبعدين نطلعها ازاي؟ الثايروسايتس اهي تاخد ده بالبينوسيتوزس بروتين، وبعدين تكسر اتحاد الهرمون مع الثايروجلوبولينز بالبروتيزس فتعمل له ريليس. وبعدين عشان ما يوقعش في الدم بنشيله على ثيروكسين بايندينج جلوبولين اساسا 70% و15% على البومين و15% على بري البومين. يبقى عشان ما تلخبطش يا اولاد، عندي نوعين من الجلوبولينز متعلقين بالهرمونز. اللي موجود جوه الغده وعملته الثايروسايتس اسمه ثايروجلوبولينز بتاع الثايرويد اللي عمله الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتاع الثايروسايتس، وعندي جلوبولينز تاني اتعمل في الليفر اللي بيشيل الثايروكسين في الدم اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين، ما تلخبطش. طيب سؤال مهم جدا يا ولاد، قد ايه من الهرمونز دي بتبقى متشاله مع بلازما بروتينز وقد ايه فري؟ الرقم يو ويل نيفر فورجيت ات، فتح ودانك. عارف قد ايه بيبقوا متشالين مع البلازما بروتينز؟ مور او اراوند 99.9%، مش 100%، اولموست 100%، وحتى رقم لا ينسى كله تسعات 9 9 9، يبقى اسعى في الخير اهو. 99.9 من الهرمونز بيبقوا اتاتش تو بلازما بروتينز ودول ان اكتف. ال 0.1% مش 1%، 1 من 10%
هو ده اللي فري، وبالتالي هو ده الاكتف. اوعى تنسى لما تبقى الهرمون فري يشتغل، لكن لما يبقى متكتف باوند تو بروتين يبقى ان اكتف. خلاص، فاقل من 1% بيبقى اكتف. طب تعالى بقى نقارن. واحد من الاسئله المهمه جدا جدا في الام اس كيو، احنا قلنا معظم انتاج الغده تي 4 90%، والفري 4 10% تي 3، قلنا ده الاكتف فور. طيب ليه تي 3 مور اكتف ذان تي 4؟ حتى بقولها بطريقه جميله، تي 3 از 4 تايمز مور اكتف ذان تي 4. فيها سجع، هي ادي ثاني سجع. تي 3 4 تايمز مور اكتف ذان تي 4 ليه؟ لسببين. لان الفري فورم بتاعه اللي هو احنا بنتكلم كله في 1% ستيل، الفري فورم اوف تي 3 اكتر شويه من الفري فورم اوف تي 4، هما كلهم في حدود ال 1% من 100%، بس التي 3 مور فري ليس باوند بكميه بسيطه، بس هو ليس باوند، فري فورم بتاعه اكتر. نمره 2 ان الهرمون دي بتشتغل على النيوكليار ريسبتورز، فلما بيدخلوا النيوكليس التي 3 بيبقى مور بايندينج تو اتش نيوكليار ريسبتور، يعني هو في الدم مور فري، وتوه ما دخل الريسبتور هيشتغل more binding to nuclear receptors. يبقى لما تسألك في الشفوي او في الام اس كيو ليه تي 3 4 تايمز مور اكتف ذان تي 4، هتقول لانه مور فري ولانه مور بايندينج تو نيوكليار ريسبتور، وعشان كده بقى مور اكتف اهو، اتس مور بوتنت، اقوى، مور رابيد، وان كان طبعا لانه ماسك اقل في البلازما بروتينز الهاف لايف بتاعته اقصر. الهاف لايف يعني تركيزه بينزل النص في 1 داي، انما الثيروكسين تركيزه بينزل النص في 7 دايز. ده سؤال مهم جدا. انا بقى عاوز حاجه خاصه بالعبد الله في تامل خاص ولكن مهم جدا. ليه ربنا خلى معظم انتاج الغده من التي 4 اللي هو برو هرمون اللي هو ليس اكتف، و10% بس معظمهم من التي 3؟ طبعا كميه الريفرس التي 3 دي قليله جدا جدا. ليه ربنا عمل كده؟ يعني قال لك ان تحول التي 4 اللي هو الان اكتف 4 اللي هو برو هرمون الى تي 3 بيتم اساسا في التيشو وحسب احتياج التيشو. يعني 90% من انتاج الغده تي 4 وقلنا 10% بس تي 3، خلينا في ال 90% اللي هو تي 4. لو التيشو عاوز اكتيفيتي يسحب واحده من التي 3 صح، ياخد ال 5 داش يرميها في التراش، يبقى بقى 3-5-3 داش بقى الاكتف فورم اوف تي 3. اما لو التيشو مش عاوز اكتيفيتي، مش عاوز الهرمون، يسحب الغلط، يسحب ال 5 ويسيب ال 5 داش، فيبقى 3-3-5 داش ريفرس التي 3 اللي هو ما يشتغلش. يبقى تامل خاص بالعبد الله، ليه ربنا خلى معظم انتاج الثيرويد من التي 4 اللي هو ليس اكتف؟ ده برو هرمون وكل نسيج على مزاجه. هنعرف دلوقتي حالا ان الثيرويد هرمونز دول وظيفتهم الاساسيه كالوروجينيسيس، سخنوا، طلعوا كالوريز، سخنوا الجسم. فانا بحكي قصه صغيره لاجيال بطريقه جميله جدا. انا نمت في يوم برد وحطيت البلانكت البطانيه عليا، في ايد تحت البطانيه دافيانه والايد دي مش دافيانه، فالايد اللي مش دافيانه لما يوصلها التي 4 عاوزه تدفع، يبقى عاوزه اكتف فورم اوف ثايرويد هرمونز اللي هو التي 3، تروح سحبه ال 5 داش وترميها في التراش، يبقى عندها 3-5-3 داش اللي هو الاكتف فورم اوف فيتامين، الاكتف فورم اوف ثايرويد هرمون اللي هو التي 3 يدفي ايدي. طب التي 4 اللي راح لايدي اللي تحت البطانيه اللي هي اوريدي دافيانه، لو سخنها اكتر يبوظها، يحصل بروتين دينيتوريشن، يبقى لانها دافيانه تروح سحبه ال 5 الاساسيه وتسيب ال 5 داش، فيبقى 3-3-5 داش، يبقى اللي هو الريفرس التي 3 اللي هو ملوش قيمه. يبقى اختيار للانسجه، ولو تشوف الروعه في الخلق كل حاجه تثبت انها وراء الخلق خالق. ان الغده 90% من انتاجها تي 4 برو هرمون ان اكتف، لو عاوز تخليه 4 تايمز مور اكتف اسحب ال 5 داش ورميها بحاجه اسمها دي ايودونيز انزيم موجود في التيشو، حتى اسمه 5 داش دي ادونيز، اسحب ال 5 داش ورميها، يبقى بقى عندك 3 5 3
3 داش الاكتف فورم اوف ثايرويد هرمونز هو التي 3 يشغل لك يعمل كالوجينس. لكن الايد دافيه انا اقول لي مش عاوز تدفيها بوظ البتاع اعكس. بدل ما تشيل ال5 داش وترميها في التراش شيل ال5 وسيب ال5 داش فيبقى المركب كله يترمي في التراش اللي هو 335 داش اللي هو ريفرسد تي 3. ده مفهوم العبد الله ليه ربنا خلى فيه تي 4 تي 3 اكتف فورم اند ريفرس تي 3، وان هذا التحول يحدث اساسا عند التيشو تبعا لاحتياج الانسجه. دي كانت اصعب لوحه يا اولاد. ندخل في اللوحه اللي بعدها. هنا عندنا بقى برضو بنستأنف شوية أسئلة في الـ MSQ. الثيروكسين بايندينج جلوبولين اللي هو قلنا بيشيل 70% من بيشيل 70% of the thyroid hormones. الثيروكسين بايندينج جلوبولين ده بلازما بروتين قلنا بتعمل في الليفر. ده بيشيل 70% زي ما انت شايفه. عليه أسئلة MSQ. لو أنا عندي ليفر ديزيزز مش هيتعمل، يبقى كميته هتقل. لو عندي نيفروزيس كيدني ديزيزز هفقد الجلوبينز في اليورين، قلناها في سنة أولى. يبقى سواء عندي ليفر ديزيزز أو كيدني ديزيزز قل الثيروكسين بايندينج جلوبولين وعليه التوتال هرمونز قل. طب إيه اللي يزوده؟ مين بيستثير الكبد إنها تعمل جلوبينز أكتر؟ الإيستروجينز اللي هو بيزيد اساسا في البريجننسي في الحمل هرمون الانثوي، وبيزيد كمان بالكونتراسيبتيف بيلز حبوب منع الحمل، ان حبوب منع الحمل هي فيها ايستروجين. يبقى زياده الايستروجين سواء بالحمل او حتى ولا بطريقه لطيفه او بمنع الحمل، يعني الحمل البريجننسي وحبوب منع الحمل الاثنين ايستروجين، يزودوا الايستروجين يزودوا الثيروكسين بايندينج جلوبولين يبقى التوتال هرمون يزيد. طب واحد يقول لي انا ما يهمنيش توتال، انت قلت الفري فورم هو الاكتف فورم. الفري فورم بقى هيحصل له ايه؟ اركبت كونستنت، لانه لو نقص مع التوتال بالنيجاتيف فيدباك التي اس اتش زوده، لو زاد مع التوتال بالنيجاتيف فيدباك التي اس اتش نقصه. يبقى خلصنا لسؤال مهم جدا في الام اس كيو، ان التغيير في الثيروكسين بايندينج جلوبولين اللي هو بيشيل الثيروكسين بيؤثر على التوتال هرمون، لو نقص ينقص لو زاد يزيد، لكنه لن يؤثر على الفري فورم اللي هو كيبت كونستانت بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ده سؤال شافه مهم. سؤال تاني الريسبتور بتاعت التي 3 والتي 4. الاول عاوزك تاخد بالك من حاجه، ان التي 3 والتي 4 بيتعملوا من امينو اسيد اسمه تايروزين، هو نفس الامينو اسيد اللي بيعمل الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين اللي هم كاتيكولامينز، يعني هم الجد واحد بتاعهم، هم الاثنين معمولين من تايروزين. عشان كده من اهم المعلومات في الطب ان التي 3 والتي 4 لما بيزيدوا ببوتنشيت الافكتس اوف كاتيكولامينز، ان الهرمون potentiates the effects of catecholamines لانه بيشجعوا بعض. عشان كده اقول لك معلومه جميله جدا، في العيانين اللي عندهم hyperthyroidism اهم من انك تدي انتي ثايرويد دراجز ادويه تمنع تكوين الثايرويد هرمونز، انت عارف ان التي 3 والتي 4 بيزودوا الاكشن بتاع الكاتيكولامينز، يبقى اقفل البيتا ريسبتور، بندي بيتا ادرينرجيك بلوكر اندرال او بروبرانولول. من اهم المعلومات في الطب، لو عيان عنده هايبر ثايروديزم انت لازم تبقى عارف العلاقه دي، ان التي 3 والتي 4 اولاد عمومه للكاتيكولامينز لان هم معمولين من نفس التيروزين، فلما بيزيدوا بيزودوا الاكشن بتاع الكاتيكولامينز، يبقى لازم تمنع الكاتيكولامينز اللي زاد الاكشن من يشتغلوا، يبقى تدي بيتا ادرينرجيك بلوكر. اشمعنى البيتا؟ لان البيتا ريسبتور هي المور امبورتنت ذان الفا. معلومة تانية جميلة تساعدك. طب قول لي ريسبتور بتاعت التي 3 والتي 4 نفس مسمينها بنفس اسماء الادرينرجيك ريسبتورز الفا وبيتا، والالفا الفا 1 والفا 2 والبيتا بيتا 1 وبيتا 2. حلو قوي، هما الاثنين معمولين من التيروزين ونفس الاسماء الريسبتور الفا وبيتا، الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2.
وبقولها دائما ابدا بطريقه تحفظ كعادتي، التي 4 اكتس اون ذا 4 تايبس اوف هرمونز. يبقى حلوه ال 4 بيشتغل على ال 4، انما التي 3 اكتس اونلي اون 3 تايبس اوف ريسبتورز اكسبت الالفا 2 ما بيشتغلش عليه. حلوه ده، اهو سؤال ام اس كيو صادق اهو. التي 4 يشتغل على ال 4 والتي 3 يشتغل على 3 ما عدا الالفا 2. لكن فين اهم معلومه هنا؟ ان بوث ثايرويد هرمونز اند كاتيكولامينز بيتعملوا من نفس الامينو اسيد اللي هو التيروزين، وعليه التي 3 والتي 4 لو زادوا بيبوتنشيت الايفكتس اوف كاتيكولامينز، وعليه في الهايبرثايروديزم لازم نمنع الكاتيكولامينز انها تشتغل، نقفل لها الريسبتور الاهم، يبقى لازم ندي العام بيتا ادرينرجيك بلوكر. السؤال الثالث في الام اس كيو، تي 3 وتي 4 قلنا ان هما بيبقوا بنحطهم على الاستيرويدز لان هما لايبوفيليك سوليبل الليبت سوليبل، يبقى هيدخلوا جوه الخليه ويوصلوا للنيوكليس ويبقى الاكشن بتاعهم جينوميك. حتى قلنا من اهم الاسئله في الام اس كيو دول الهرمونز بس اللي بيشتغلوا على نيوكليار ريسبتورز اللي عليك في الكورس. يعني اهم معلومه في الام اس كيو ان الثايرويد هرمونز بيشتغلوا بجينوميك اكشن لان هم ليبيد سوليبل لايبوفيليك لايبوفيليك، بيدخلوا جوه الخليه ويشتغلوا على النيوكليار ريسبتورز. حتى حابب نكمل اس يبقى سوليبل الليبيد، فيدخلوا للنيوكليار ريسبتور يزودوا السينثيسيس اوف ايه اوف 100 هرمونز. ده اهم هرمونات بتزود الميتابوليزم، بتعمل هاندردز في بعض التقديرات 250 انزيم بيحصلهم سينثيسيس بالتي 3 والتي 4، وهذا الثنسز هياخد وقت يبقى الاكشن بتاعه مش لو بياخد اورز تو دايز. فاكر يبقى سوليبل ليبيد او الاس يبقى هيدخلوا الخليه ويوصلوا النيوكليس يعملوا ثنسز، وبعدين النقطه الاس الثالثه يبقى الاكشن سلو اورز تو دايز. فين بقى المعلومه الام اس كيو هنا؟ انا اتصور ان ادام ان هم سوليبل ليبيدز يبقى زي الاسترويدز هيدخلوا باي سمبل ديفيوجن. لا، هم بيدخلوا مش باي سمبل ديفيوجن، بيدخلوا باي فاسيليتيتد ديفيوجن، كارير ميدييتد ديفيوجن او كارير ميدييتد ترانسبورت. دي معلومه مهمه جدا في الام اس كيو. المنطق يقول هم ليبيد سوليبل والسيل ممبرين ليبيد، يبقى كان المفروض زي اقرانيهم زي الاسترويدز يدخلوا بال سمبل ديفيوجن. لا، هم بيدخلوا باي كارير ميدييتد ترانسبورت. طب للاوائل في معلومه ثانيه جميله، ان يا اولاد احنا شفنا في هرمونات كتيره لها جينوميك ونون جينوميك اكشن زي الجروث هرمون زي البرولاكتين. ادي مثال ثالث اهو، الثايرويد هرمونز اساسا جينوميك ثم جينوميك ثم جينوميك، نيوكليار ريسبتور نيوكليار ريسبتور نيوكليار ريسبتور، لكن عندهم نون جينوميك اكشن بس ده اقل اهميه كتير. عندهم ريسبتور في السيتوبلازم وعلى الممبرين، في السيتوبلازم على وجه التحديد على الميتوكوندريا. يبقى الصفحه دي كلها ام اس كيو. وبعدين لا تنسى القصة اللي حكيناها يا أولاد، إنه قلنا إنه ليه ربنا خلى الغدة تطلق أساساً تي 4 90% و10% بس من تي 3 وريفرس تي 3، والتحول من تي 4 إلى تي 3 اللي هو مور فري. حتى شوف السابع، تي 3 مور فري، تي 3 مور فري، 4 تايمز مور أكتف ذان تي 4، يحدث عند التيشو بالدي أيونيشن بإنزيم اسمه دي أيونيز. اوعى تنسى عشان تعمل الاكتف فورم اللي هو التي 3 تشيل مين؟ مين اللي هترميها في التراش؟ ال5 داش. يبقى عندك تي 3، اما لو شلت ال5 الاساسيه الايودين اللي موجوده عند ال5 يبقى انت عملت ريفرس تي 3 ملوش قيمه، وبالتالي الانسجه لما يجي لها التي 4 تقدر تحوله المور اكتف فورم او الليس اكتف فورم. شفت الصفحه دي؟ اللوحه دي خلصت بسرعه. ناخد اللوحه اللي بعدها. ال functions يا ولاد، كعادتنا بسأل روحي سؤال، لماذا خلق الله الثيرود هرمونز؟ فاكر كنا في اي هرمون في الفانكشنز او الاكشن بنسأل روحنا هو ليه ربنا عمله؟ ومجرد مصادفه لطيفه مش عارف جات ازاي، انما هي كده، ان في معظم الاونه بيبقى لسببين. يعني في الجروث هرمون كان لسببين، في البرولاكتين كان لسببين، برضه هنا لسببين، في الاي دي اتش كان رينال واكسترا رينال. ليه ربنا خلق الثيرويد جلاند؟ وعارف ثيرويد يعني ايه يا ولاد؟ ثيرويد يعني شيلد، درع معموله من تو لوبس وما بينهم ازمس، ودي اكتر غده استهوت الانسان لانها موجوده بره من ايام الصينيين 1400 سنه قبل الميلاد، وارسطو اتكلموا على الثيرويد جلاند دي.
ليه ربنا خلق الثايرويد جلاند؟ لسببين اوعى تنساهم. الميتابوليزم، يزودوا الميتابوليزم كالوروجينيك، يطلعوا سعرات لدرجه ان انا بقول حسن الاسمر عنده اغنيه هابطه بيقول ولعها ولع شعللها شعلل، كل مره يقول ولعها ولع شعللها شعلل رحمه الله اقول ده بيغني للثايرويد جلاند. يبقى ربنا خلق الثايرويد جلاند عشان الميتابوليزم اساسا. والثانيه لا تقل اهميه ديفلوبمنت، بس كملها ان يانج، الديفلوبمنت ان يانج مهمه جدا. وبحكي لكم قصه في عجاله لطيفه قوي يا اولاد. في كائن مهم جدا للاطباء اللي هو الضفدع، بيتعمل من حاجه اسمها ابو زنيبه تاد بول. تحول الضفدع او ابو زنيبه الى ضفدع لازم بسبب الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند دي في معظم الانيمالز يا اولاد، مش في الانسان بس، في كل الانيمال كينجدم عندهم ثايرويد. ده ساعات تبقى موجوده جنب الكليه، مش لازم تبقى في الرقبه زي حالاتنا، ساعات تبقى في العين، كلهم. مفيش ديفلوبمنت من غير ثايرويد جلاند. واحكي قصه لطيفه. صور تحول ابو زنيبه اللي هو كائن مائي بيتغذى على نباتات بس الى ضفدعه اللي هو كائن بر مائي والرت مور الرت كده، ويبص على الدنيا وفي نفس الوقت بيتغذى على الانسكتس يعني الحيوانات، يحتاج الثايرويد هرمونز. وعملنا تجربه لطيفه قوي، حطينا ابو زنيبه في ميه ما فيهاش ايودايد او حطينا فيها انتي ثايرويد دراجز، فشل ابو زنيبه التات بول ان هو يتحول الى ضفدع. ففهمنا ان من غير الثايرويد لن يحدث ديفلوبمنت، مش للانسان بس، لكل الانيمال كينجدم. اي هوب القصه دي تخليكم فاكرينها. يبقى ربنا خلق الثايرويد جلاند فور تو ريزونز. ميتابوليزم، ده اكتر غده بتزود الميتابوليزم، كالوروجينيك ولع ولع شعلها شعلل، ومهمه للديفلوبمنت في الانيمال كينجدم كلها. نبتدي بالميتابوليزم. هنتكلم عن الميتابوليزم مع عشق مثل عشق النظام في ثلاث نقاط: اكشنز وميكانيزم والسكندري افكتس. ايه الاكشن؟ بتزود الهيب برودكشن، كالوروجينيسيس لانها كالوروجينيك اهي، تطلع سعرات عن طريق انها بتزود اوكسجين كونسامبشن ان اولموست اول تيشوز. يعني لو خدت قرص ثايرويد هرمونز هيزود الاوكسجين كونسامبشن وعليه الهيب برودكشن وعليه كالوروجينيسيس في كل جسمك اكسبت ست حاجات. طالب قال لي انت حفظتنا ان الاكسبشن تملي جيبوه سؤال ام اس كيو. في ست حاجات لو خدت قرص ثايرويد هرمونز مش هيطلع حراره، مش هيزيد الاوكسجين كونسامبشن. واحد بيجي مهم جدا، الادلت برين. طب ليه؟ لانه الثايرويد هرمونز ما بتعديش البلاد برين بارير، عشان كده حتى في الشفوي ما تقولش برين، الاوائل يقولوا ادلت برين. ده هي في الفيتال برين مهمه جدا للديفلوبمنت، مهمه جدا، وعشان كده ربنا حتى اخر البلاد برين بارير سنتين عشان الثايرويد هرمونز تعدي وتعمل ديفلوبمنت. ده السبب الاساسي ليه ربنا اخر تكوين البلاد برين بارير سنتين، عشان يدي فرصه للثايرويد هرمونز تدخل في الجنين ولمده سنتين او اكتر شويه لحد ما يتكون بلاد برين بارير وتعمل ديفلوبمنت، فهو لا يؤثر على الادلت برين. دي مهمه جدا. بعد كده ناخد اتنينات، لا يؤثر على السبلين ولا الليمفويد تيشو، اظن باخدهم مع بعض، ان السبلين عباره عن غده ليمفاويه كبيره. لا يؤثر على اليوترس والجونادز، تيستيكل واوفرز، بس انا راسم التيستيكل بس. ليه الاربعه دول؟ مفيش ريسبتورز، واحنا قلنا اول خطوه هي اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور. يبقى ادلت برين، سبلين ليمفويد تيشو، يوترس وجونادز. نمره سته بقى، دي مهمه جدا في الام اس كيو. طب مين اللي بالعكس لو خدت قرص ثايرويد هرمونز الاوكسجين كونسامشن هيقل، مش بس لن يتاثر هيقل؟ الانتيرو بيوتري. ليه؟ لان لو خدت قرص ثايروكسين بالنيجاتيف فيدباك هيقل الثايرويد ستيميتنج هرمون، وده بينتج منين؟ الانتيرو بيوتري. يبقى الغده الانتيرو بيوتري خفضت من انتاجها، مصنع خفض من انتاجه، يبقى 100% هيستهلك وقود يستهلك اوكسجين اقل. فلو جالك سؤال ام اس كيو قال لك مين المكان في كلهم صح، مش الذي لا يتاثر، اللي بيقل فيه الاوكسجين كونسامشن انتيرو بيوتري. يبقى ده الاكشن.
بتزود الاكسجين كونسامشن، بتزود هيب برودكشن، كالوروجينيك في موست تيشوز، لانه بيعمل اولترا ثايرويد هرمونز اكثر هاندردز اوف انزيمز حوالي 250 قدروه، ما عدا ست حاجات مش عادهم تاني عادهم في الفيديو، اهمهم الادلت برين والانتيريور بيتيوتري. طب الميكانيزم اقول لك بطريقه جميله خالص خالص، مين الباور جنريتنج يونت؟ مين وحدات توليد الطاقه داخل الخليه؟ طالب قال لي ذاكرتها في الهيستولوجي ميتوكوندريا. يبقى عشان هو يزود الميتابوليزم والاكسجين كونسامشن لازم يزود النمبر والسايز اوف ميتوكوندريا. حتى اقولها تاني بطريقه لطيفه، بيزود الميتوكوندريا كما وكيفا، الكوانتيتي النمبر والكواليتي السايز، وهم دول اللي فيهم ريسبيراتوري انزيمز اللي هم الاكسيديتيف انزيمز اللي بتعمل اكسده للفود وتطلع حراره. فهو بيزود الميتوكوندريا كما وكيفا، النمبر والسايز، وعليه يزود ريسبيراتوري انزيمز الاكسيديتيف انزيمز، ويزود الاكسيديشن يطلع حراره. شوف الذكاء، وعاوز حراره، الميتوكوندريا متعوده انها تاخد الحراره دي وتحطها في صوره اي تي بي، تاخد الطاقه دي تحول تخزنها في اي تي بي. هو قال لي انا مش عاوز اي تي بي ثايرويد هرمون، انا عاوزها ولعها ولع، شعللها شعلل، طلعي اكسدي الاكل، طلعي الكالوريز، وما تحطهوش ما تحوشهوش في صوره اي تي بي. عمليه نسميها ايه؟ انتوا حافظينها احسن مني، انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن. المفروض كل اوكسيديشن يطلع حراره كابلد معاه، مزدوج معاه، انه يحصل فوسفوريليشن تتحوش الحراره دي في صوره فوسفيت بوندز. هو قال لها لا، طلعي الحراره وما تشيلهاش في صوره فوسفيت بوند، فعملت انكابلنج اوكسيديتيف فوسفوريليشن. طب تاني حاجه على مستوى السيل برضو رائعه، ستيل الميتوكوندريا شالت شويه طاقه في صوره اي تي بي، معظمهم طلعتهم حراره بس في شويه في صوره اي تي بي، هو عاوز شويه الطاقه دول. مين اكتر انزيم بيكسر الفوسفيت بوندز؟ لانه موجود في كل خلايا الجسم، كل خلايا الجسم فيها صوديوم بوتاسيوم بومب، بيحافظ على الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. كل خلايا الجسم فيها صوديوم بوتاسيوم بومب، يعتمد على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، فهو بينشط الثايرويد هرمونز الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز انزيم عشان حتى شويه الاي تي بي اللي موجودين يكسرهم ويطلع منهم حراره، ولع ولع شعللها شعلل. يبقى الميكانيزم بيزود الميتوكوندريا عددا وحجما ويمنعها من انها تحوش الطاقه في صوره فوسفيت بوندز، وحتى شويه فوسفيت بوند اللي تكونه يكسرهم باشهر انزيم موجود في كل خلايا الجسم اللي هو صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. النقطه الثالثه في الميتابوليزم، قلنا الاكشن وقلنا الميكانيزم، هناك السكند افكتس. سكند افكتس يا اولاد هتبقى على حاجتين، اربع اكلات واربع سيستم. نيجي على الكربوهيدرات فات اند بروتين، وفي الاخر هناخد الفيتامينز، اربعه يعني ثلاث حاجات اورجانيك. هو بيزود اليوتيلايزيشن، استخدام كل الاكل كربوهيدرات فات اند بروتين بغيت انه يطلع حراره، يزود اليوتيلايزيشن فور انرجي عشان تدينا انرجي. ابتدي بالكربوهيدرات. بص بقى بيعمل حاجه غريبه جدا. احنا اتعودنا يا اولاد على حاجه جميله خالص. اتعودنا ان اذكرك بيها، ان لو الهرمون عاوز ينقص الجلوكوز، ومفيش حد بيعمل العمله دي غير الانسولين والانسولين فاكتورز، هما بس اللي بينقصوا الجلوكوز زي الفريك. لازم يقلل الوارد، اهو يقلل الوارد ويزود الصادر. مين بيعمل العمله دي؟ الوحيد اللي بينقص الجلوكوز الانسولين، يقلل الوارد ويزود الصادر. طب الاذر هرمونز قلت عكس الانسولين، انسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك، ما يحب الشريك، هو الوحيد اللي ينقص الجلوكوز، الباقيين كلهم يزودوا الجلوكوز. يبقى هم يعملوا العكس، يزودوا الوارد وينقصوا الصادر. اسف نصلحها، ينقصوا الصادر. خلاص خد بالك بقى حاجه غريبه جدا للطالب اللي مش فاهم، الثايرويد هرمونز هي الوحيده اللي بتعمل عمله غريبه جدا جدا، انها بتزود الوارد والصادر الاثنين مع بعض، الوارد والصادر. عارف ليه؟ لان هي مش عاوز تلعب في الجلوكوز، هي عاوزه تزود كل عمليات الايد الغذائي بغرض ان يطلع حراره. يبقى دي تلخيصه رائعه للاكشن اوف كل الهرمونز في الاندوكراين
على الكربوهيدرات. الانسولين هو الوحيد اللي زي الفريك ينقص الجلوكوز يبقى يقلل الوارد ويزود الصادر. الاذر هرمونز العكس، تزود الجلوكوز يبقى تزود الوارد وتنقص الصادر. التي 3 والتي 4 هو الوحيد اللي بيزود اثنين، الوارد والصادر، لانه مش عاوز يلعب في الجلوكوز وعاوز يزود كل الميتابوليك رياكشن عشان ولعها ولع شعلها شعلها. يبقى الكلام بعد كده مش عاوز شرح من اين يرد الجلوكوز. في ثلاث مصادر الجلوكوز في الدم، بيجي من الانتستينال ابزوربشن من بره، وجوه من حتتين من الليفر الجلوكونيوجينسيس والجلايكوجينوليس، هو بيزود الثلاثه دول. الوحيد اللي بيزود الثلاثه جلوكوز ابزوربشن، جلوكونيوجينسيس اند جلايكوجينوليس. افتكر تي 3 اللي هو الاكتيف فورم بيزود 3 سورسز اوف جلوكوز وبيزود اليوتيلايزيشن كل الميتابوليك رياكشن، ولعها ولع شعلها شعلها. طب نيجي على الفات، قلنا الانسولين بنتذكر هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس بيتخن، عشان كده قلنا لو تفاديت تاكل كربوهيدرات ما طلعش انسولين مش هتتخن. بينما الباقيين كلهم بيعملوا لايبوليسيس ويزودوا الفري فاتي اسيد وبالتالي يوتيلايزيشن طلعوا حراره. خد بقى الحته المهمه جدا في الام اس كيو هنا، في ميزه رائعه للثايرويد هرمونز انها بتقلل الباد كوليسترول اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتينز، اللي هو مين يا اولاد؟ اللو دنسيتي لايبوبروتين تقللها. وعليه ازاي؟ طب وانت واحد يقول لي انت قلت لنا انها بتزود، عمرك ما قلت لنا انها بتنقص حاجه، انت قلت لنا كل حاجه بتزود بتزود بتزود. يعني ايه تنقص؟ غريبه دي انك انت بتقول لنا حاجه بتنقص، هو بيزود كل حاجه. صح، هو بيزودها بينقص الباد كوليسترول اللي هو اللو دنسي لايبوبروتين كنتيجه للزياده، لانه بيزود عدد الريسبتورز بتاعت اللو دنسي لايبوبروتين في الليفر، فالليفر تاخد مور لو دنسيتي لايبوبروتينز وتعمل لها اكسكريشن في البايل. يعني هي النقص جه كنتيجه للزياده، هي زودت عدد الريسبتور تي 3 وتي 4 بيزودوا عدد الريسبتور في الليفر، وعليه زودوا الاكسكريشن بتاع اللو دنسيتي لايبوبروتين في البايل. اوعى تنسى بقى ده سؤال ام اس كيو مهم جدا. يبقى العيانين اللي عندهم هايبر ثايروديزم في ميزه واحده، لان عندهم زياده في افراز الغده الدرقيه، ان هيقل عندهم الكوليسترول. وبالعكس اللي عندهم هايبو ثايروديزم يبقى هيزيد عندهم الباد كوليسترول اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين. اوعى تنساها ماشيه بالعكس، ان هايبر ثايروديزم ذير از هايبو كوليسترينيميا، وفي الهايبو هايبو ثايروديزم ذير از هايبر كوليسترينيميا. واحد من اهم الاسئله. يبقى هي اكشوالي ما بتنقص حاجه تي 3 وتي 4، بتزود كنتيجه لزياده عدد الريسبتور والاكسكيشن بايل قلل اللو دنسيتي لايبوبروتين. طب نيجي على البروتين. يوجوالي في الاحوال الطبيعيه التي 3 والتي 4 بيكتفي بحرق الكربوهيدرات والفات ويسبير البروتين، ففي النورمال ليفل بنعتبره انابوليك. ليه انابوليك؟ لانه حرق الكربوهيدرات والفات وساب البروتين. لكن في اللي عندهم هايبر ثايروديزم، اللي عندهم اكسس ثايرويد هرمونز، خلصوا حرق بروتين حرق كربوهيدرات وفات ولسه عاوزين يحرقوا، يروحوا متدورين على البروتين حرقين هي كمان، يبقى يتحول اكشن الى كاتابوليك. يبقى فهمت جت منين ازاي بقى انابوليك وازاي بقى كاتابوليك؟ في الكميات القليله النورمال بيكتفي التي 3 والتي 4 بحرق الكربوهيدرات والفات والطاقه، لكن في الهايبر ثايروديزم حرقوا كل الكربوهيدرات وكل الفات وستيل عاوزين يحرقوا، فيهم لا مش لاقي حاجه تحرقها، تروح حرق البروتين هي كمان، فيتحول اكشن من انابوليك الى كاتابوليك. وبقولها بطريقه لطيفه قوي، ان التي 3 والتي 4 ما بيعتقوش، بيحرقوا البروتينز بتاعت الماسلز، بيبقى عندك حاجه اسمها ثايروتوكسيك مايوباثي، والعضلات تبقى طاير وفتيك جدا، عضلات الجسم كلها بتتحرق في الهايبر ثايروديزم. ايفن اسمع اللي جاي، بيحرق قلبك مش بالمعنى المجازي، المعنى الحقيقي بيحرقوا بروتينات القلب، فالقلب يحصل له هارت فيلير في بعض الاونه لو ما اتعالجش العيان. طيب كنتيجه لزياده الميتابوليزم دي تتوقع يحصل ايه على الفيتامينز؟ الفيتامين نيد هتزيد. يبقى ده السكندري افكتس على كربوهيدرات فات بروتين
والفيتامينز، والاساس كلمه واحده ولع ولع شعللها شعلل، بيزودوا الوارد والصادر بتاع الجلوكوز، بيزودوا اللايبوليسز، وبعدين خد بالك بيزودوا عدد الريسبتور والاكسكريشن فلودنسي لايبوبروتين في البايل، وعليه الباد كوليسترول بيقل. يعني هما ما كانوش يقصدوا يقللوا، كانوا عايزين يزودوا. وفي البروتين في الوضع الطبيعي ما بيحرقوش، يبقى هم انابوليك، بيسبيل بروتين في الاكسس، بيعملوا بيحرقوا القلبك ويحرقوا العضلات، يبقى هم بقى كاتابوليك. والفيتامينز نيب بتزيد. نيجي على البادي سيستم بقى، مهمه جدا. اربعه بادي سيستم، تبتدي باهم اثنين اللي هم الكاردو فاسكولار والسي ان اس. تبتدي بالكاردو فاسكولار سيستم، تخيل واحد سخن، عاوزك تتخيل كل حاجه بتزيد. اقول لك ملخص تي 3 تي 4 كل حاجه تزيد، الا بقى اللي هو نقص بسبب الزياده زي ما شفنا في الكوليسترول. فنيجي بيزودوا الكاردياك اوتبوت ليه؟ لانه بيزودوا الهارت ريت وبيزودوا الستروك فوليوم. خد بالك الاكشن ده جه منين؟ مش بس من السخونه الاوائل، مش لان هم بيعملوا ثيرموجينيسيس بيسخنوا، لكن ايكوال امبورتنت ان هم بيزودوا السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز، الادرينالين والنور ادرينالين، لان هم معمولين من نفس الجد اللي هو التيروزين. يبقى الاكشن على البادي سيستمز ناتج للاوائل من شيئين، الثيرموجينيسيس زياده الحراره وزياده السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز. فالهارت في حراره وفي سنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز، يبقى زود هارت ريت يزود الفورس اوف كونتراكشن على ستروك فوليوم، يزيد الكاردياك اوتبوت. طب نيجي البالس بريشر، عباره عن ايه؟ سيستوليك ماينس ديستوليك. هما بيزودوا الستروك فوليوم، يبقى زودوا السيستوليك. ما احنا قلنا السيستوليك بلاد بريشر بيعتمد على ستروك فوليوم، وبيطلعوا حراره، الحراره في الجو الحر وشك بيبقى لونه ايه؟ احمر، يبقى بتعمل فازو دايلتيشن، يبقى بيقللوا التوتال بريفرال ريزيستنس، يبقى ينقصوا الدايستوليك، يبقى زودوا السيستوليك كنتيجه لزياده الاسترو فوليوم. كنا قلنا الاس مع الاس، السيستوليك ديبيندز على الاسترو فوليوم، ده بيزيد. وبعدين بيعملوا فازو دايلتيشن، يبقى ينقصوا التوتال بريفرال ريزيستنس، ينقصوا الدايستوليك، زودوا السيستوليك ونقصوا الدايستوليك، يبقى البالس بريشر يزيد. لطالب ذكي يبقى المين ارتيال بلاد بريشر، مفهومه بقى؟ هم زودوا السيستوليك ونقصوا الدايستوليك، يبقى متوسط الارتيال بلاد بريشر نو تشينج. كل واحده من دي سؤال، زودوا الكارديك اوتبوت لان بيزودوا الستروك فوليوم والهارت ريت، يزودوا البالس بريشر انهم بيزودوا السيستوليك وينقصوا الدايستوليك، المين ارتيال بلاد بريشر كونست. نيجي على السي ان اس، العيانين اللي عندهم هايبر ثايرويديزم بيبقى عندهم نيرفسنس، ايموشنال لابيليتي، العم مش طايق نفسه، مور اليرت، مصحصح زياده، ويكفولنس، ايفن مش عارف ينام، انسوميا، عنده ارق. يبقى اول تو سيستم تاخدهم اللي هم اهم تو سيستم، كاردو فاسكولار سيستم وسنترال نيرفس سيستم، اهم تو سيستم في سنه اولى وثانيه، كاردو فاسكولار اند سنترال نيرفس سيستم. ناخد اثنين ثانيين، ريسبيراتوري اند جي اي تي. الريسبريشن بيزود الريت والدبس، ما هو دام في حرق عاوزين اوكسجين، مش هو قلنا بيزود الاوكسجين كونسامشن اهي، يبقى لازم يزود الريت والدبس اوف ريسبريشن. طب الدنيا سخنه فبيزود الموتيليتي للجاسترو انستاينال تراك. ده الاجابه النموذجيه لسؤال الميتابوليزم، نص السؤال ان هو النص الاصعب ان هو بيزود الميتابوليزم. هتكلم على الاكشن ان هو كالوروجينيك، ولع ولع شعللها شعلل، بيزود الهيب برودكشن عن طريق انه بيزود الاوكسجين كونسامشن لاولموست اول معظم الانسجه ما عدا سته اهمهم الادلت برين في الام اس كيو والانتيريور بيتيوتري. الميكانيزم جوه الخليه فاهم يلعب فين، ميتوكوندريا وصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. النقطه الثالثه السكندري افكتس قسمناها بطريقه رائعه، اربعه واربعه، اربعه اكلات كربوهيدرات فات بروتين فيتامينز، واربعه البادي سيستمز، اهم اثنين كاردو فاسكولار سيستم وسي ان اس، واثنين ثانيين ريسبريشن وجي اي تي. بس ما تنساش الاوائل هنا مش بس بسبب السخونه، الاكل هو اللي جاب السخونه، انما بسبب السخونه وبسبب زياده السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز، لان هما اثنين معمولين من التيروزين. حتى لاحظنا نفس الريسبتورز باسمائها، بالاسماء بس، اللي هو الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. طيب نيجي بقى على الديفلوبمنت يا ولاد، تملي فيه لوحة صعبة شوية ولوحة أسهل شوية. نيجي على الديفلوبمنت، الـ T3 T4 قلت
هم اللي بي 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 مهمين للديفلوبمنت اوف اول انيمال كينجدم. قلنا بوزنيبع الكائن المائي اللي بياكل نباتات اللي يعني الاكتيفيتي بتاعته قليله جدا بيتحول لضفدع برمائي وياكل انسكس وياكل كل حاجه والرت بسبب تي 3 تي 4. فهم مهمين فور نورمال جروث اند ديفلوبمنت، مهمين للديفلوبمنت بانماطه الثلاث منتال فيزيكال وسكشوال. يبقى ذهني وبدني وجنسي، اوعى تنساها. نيجي اهم حاجه بتيجي في الاسئله المنتال، ان هو مهم للنمو العقلي في الجنين ان يوترو وانت داخل رحم الام وفي الفيرست فيو ييرز. قدرت في بعض الكتب الفيرست تو ييرز، يعني بيبتدي النمو العقلي في دماغك وانت جنين وبيستمر لمده سنتين او اكتر. وقلت لهذا السبب تفسير خاص بالعبد الله، ربنا اخر البلاد برين بارير عشان يدي فرصه للتي 3 والتي 4 ان هم يدخلوا ويكملوا المينتال ديفلوبمنت. وبسبب تاخر البلاد برين بارير عارفين ارجع لمشكله الار اتش، بس ده الاهم. ف بيخلوا الشخص مور اليرت، ريفلكسز احسن، كل حاجه كويسه. طب فيزيكالي مهمين لنمو البونز اكتر من السوفت تيشو، الاثنين مع بعض بس البونز اكتر من السوفت تيشو. طب سكشوال مهمين للسكشوال ديفلوبمنت، عشان تفهمها بطريقه احسن يبقى الديفلوبمنت الاوائل يو ان يانج، مهمين للذهني والبدني والجنسي. لو طفل اتولد بدون ثايرويد جلاند شوف بقى اللي هيحصل. منتالي يبقى ايديوت، النوع الثالث واسوأ الانواع في العبط قبلها. فيزيكال يبقى دورف، قزم، والبونز تتاثر اكتر من السوفت تيشو. سيكشوال يبقى مش نافع خالص خالص، استرايل عقيم وامبوتنت غير قادر، دي حاجه ودي حاجه. يبقى ده لماذا خلق الله الثيرود هرمونز؟ اوعى تنسى. ميتابوليزم اند ديفلوبمنت ان يانج، كل واحده تشرحها في كام نقطه؟ في ثلاثه. الميتابوليزم قلنا اتكلمنا على الاكشن اللي هو ثيرموجينسيس والميكانيزم والسكندري افكتس، ثلاث نقط. الاكشن اللي بيعمل ايه؟ ثيرموجينسيس، الميكانيزم عن طريق الميتوكوندريا وصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، والسكندري افكتس اربع اكلات واربعه سيستم. بحب النظام قوي. اما النورمال جروث والديفلوبمنت ثلاثه برضو، منتال وفيزيكال وسكشوال. نيجي السؤال اللي بعد كده يا اولاد اللي هو ريجوليشن اوف ثايرويد هرمونز أو ثيرويد فانكشنز. علمتكم حاجة جميلة خالص يا ولاد، لما يجي أي غدة أقول لك الكنترول بتاعها، أنت تعلم، أنت تعلم إن نصف الغدد الصماء تحت تأثير الأنتيريور بيتوتري. فأول سؤال الذي يتبادر إلى ذهنك، هل الغدة دي تحت تأثير الأنتيريور بيتوتري ولا نوت أندر دي كنترول أنتيريور بيتوتري؟ لأن دي طريقة في الشرح ودي طريقه في الشرح في اكلاشيهات العبد الله. الاجابه الثايرويد از اندر ذا كنترول اوف انتيريور بيتوتري. يبقى خلاص ليها طريقه معينه، يبقى يتحكم فيها الانتيريور بيتوتري عن طريق الثايرويد ستيميليتنج هرمون، اللي يتحكم فيه بدوره الهايبوثالاموس عن طريق الثايروتروبين ريليسنج هرمون. وقلت الميكانيزم اللي من فوق ده يحدد انت قد ايه محتاج ثايروكسين او تي 3 تي 4. اما من تحت قلنا لو زادوا يقلوا، يقللوا التي اس اتش والتي ار اتش، لو قلوا يزودوهم، يبقى النيجاتيف فيدباك ميكانيزم قلنا يثبت. يبقى الميكانيزم اللي من فوق اللي هو الانتيريور بيتوتري والهايبوثالاموس اللي هي الرئاسه تحدد، والميكانيزم اللي من تحت اللي هو النيجاتيف فيدباك يثبت. ابتدي بقى ناخدهم من فوق لتحت. الميكانيزم اللي من فوق ثايروتروبين ريليسنج هرمون، تقول بقى شويه معلومات من اللي انت عارفها عليها. ان قلنا كل ريليسنج انهبيتنج هرمون سمول بيبتايدز ما عدا البرولاكتين انهبيتنج اللي هو كان دوبامين، ده مش برولاكتين انهبيتنج، ثيروتروبين ريليسنج فاكتور، يبقى سمول بيبتايد مصادفه سعيده هو تراي بيبتايد، يعني ثلاثه امينو اسيد. حتى حلوه التي مع التي، ثيروتروبين ريليسنج هرمون هو سمول بيبتايد تراي بيبتايد. قلنا التركيب بيحدد الميكانيزم اكشن. طيب هو ادام هو بيبتايد
يبقى ما بيدوبش في الليبت، يبقى هيقف على السيل ممبرين وينق على الممبرين من بره، يبقى الاكشن بتاعه نون جينوميك. وقلنا النون جينوميك ده هيشتغل بواحد من تو سكند مسنجرز في الاغلب سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي، الا اذا كان الاكشن بتاعه محتاج كالسيوم يبقى لازم يشتغل بالحاجه اللي بتجيب كالسيوم اللي هي الداي اسايل جليسرول والايزيتول ترايفوسفيت. وامتى بنحتاج كالسيوم؟ حاطين قاعده رائعه في حالتين، لو كان الهرمون بيعمل كونتراكشن او بيطلع بروتين بالاكزو سيتوزيس دي عاوزه كالسيوم. طب الثايروتروبين ريليسينج هرمون ده هيطلع ايه؟ هيطلع التي اس اتش اللي هو تركيبه ايه من البيتيوتري جلايكوبروتين، يبقى هيطلعه بايه؟ بالاكزوسايتوزيس اللي محتاجه كالسيوم. يبقى دام التي ار اتش بيطلع الثايرويد ستيميتنج هرمون اللي هو جلايكوبروتين بالاكزوسايتوزيس اللي عاوز كالسيوم، يبقى لازم يشتغل بالداي اسايل جليسرول ايزيتول ترايفوسفيت. وطبعا ازاي بيوصل؟ انتوا حافظينها حلو، عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. طب امتى يزيد وامتى يقل؟ مش قلنا ده اللي بيحدد؟ فكر، ولعها ولع شعلها شعل، حضرتك هتولع الدفايه امتى؟ في يوم برد. فاكتر حاجه بتزوده هي الكولد سبيشالي في الانيمالز، ودول لا يعنونا، وفي الانفانت في الرضيع. حتى واحد يقول لي اشمعنى في الرضيع في الهيومن بينجز اكتر؟ اصل الرضيع مشكلته مشكلتين، حجمه صغير يبقى الماس اوف تيشو اللي بتطلع حراره قليله، الانفانت صغير. طب والسيرفس اريا اللي بيفقد حراره نسبيا كبيره، يعني اطلاق الحراره قليل لان الماس قليله، والفقدان كتير لان السيرفس اريا نسبيا، بقول نسبيا زي البطيخه الصغيره. عارف ايه عيب البطيخه الصغيره؟ ان قشرها نسبه الى وزنها يعتبر كتير، عشان كده الناس ما بتشتريش بطيخ صغير لان القشر كتير، السيرفس اريا بالنسبه للوزن كتير، فالفقدان بالنسبه للتوليد قليل. عشان كده ربنا خلى التي ار اتش يطلع اكتر في الكولد في الانيمالز والانفان، انيمالز طبعا مش لابسه والانفان اللي قلتها لكم ليه. بالعكس لو الواحد ستريسد يقل التي ار اتش، ليه؟ لان الستريس بيشغل السمباتاتيك بيطلع حراره، يبقى كفايه كده بقى الحراره بتاعت السمباتاتيك بتاعت الكاتيكولامينز، مش عاوزين اكتر من كده. فعشان كده الستريس بيقلل التي ار اتش، وانا عارف دي غلطه كثيره بيغلط فيها ناس كتير، هو بيزيد بالكولد ويقل بالستريس، اديني قلتها، ما بيزيدش بالستريس هنا. الا اذا اعتبرت الكولد ستريس يبقى خلاص، خلاص بيزيد بالستريس اللي هو الكولد. طيب ننتقل للتي اس اتش. تركيبه قلنا الانتيريور بيوتري بتطلع 6 امبورتنت هرمونز، 3 جلايكوبروتين و3 بولي بيبتايد. التي اس اتش كان جلايكوبروتين اهو، تركيبه جلايكوبروتين. وبيسموه ثايروتروبين لانه طالع من الثايروتروب سيلز اللي هي بيزوفيليك لونها ازرق. حتى قلنا الاسم غلط، تروبين يعني بيرجع تاني للخليه اللي طلعته، وما بيرجعش اللي بيرجع تي 3 وتي 4. طيب المهم ان هو بروتين، يبقى برضه لايبوفوبيك، ما بيدوبش في الليبيد، ليبيد انسوليبل، يبقى ما بيدخلش جوه الخليه، يبقى يخبط على الممبرين، الريسبتور في الممبرين، يشتغل نان جينوميك برضه، اللي هي باحد تو سكند مسنجر، سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي، الا اذا الموضوع محتاج كالسيوم يبقى نروح للداي اسايد جيسترون انستول ترايفوسفين. هنا هو بيشتغل بالسايكليك ام بي. طب ايه الاكشن بتاعه بتاع التي اس اتش؟ في ايميديت اكشن بيحصل بعد دقائق 30 مينتس، وسلو اكشن يحصل بعد اورز دايز ويكس. طالب ذكي، ايه الحاجه اللي يعملها الثايرويد ستيميتنج هرمون وتاخد دقائق في الغده؟ ان الهرمونات اللي معموله اوريدي يعمل لها ريليس. وازاي بيعمل لها ريليس؟ ان الثايروسايتس تاخد الثايروجلوبين بالاندوسايتوزيس اللي هو الفينوسايتوزيس وتوديها لللايسوزومز للبروتيزيس، يعملوا بروتيوليسيز يكسروا الثايروجلوبين عشان يطلعوا منها الهرمون. يبقى الحاجه اللي ممكن تحصل في دقائق ان الهرمون اللي موجود في دقائق نطلعه. طب هو ماسك في ثايروجلوبين، يبقى الثايروجلوبين ده يدخل الى الخليه بالاندوسايتوزيس ويروح لللايسوزومز يتكسر بالبروتيزيس، بروتيوليسيز يطلع الهرمون. لكن السلو اكشن فصلها الاجيال، كل الهرمونات اللي طالعه من الانتيوبيوتري بتاثر في الثايرويد او في الجونادز
او في الادرينال كورتكس ليها وظيفتين، فيسيولوجي واناتومي، تزود السنسز بتاع الهرمونز اللي بتطلعها الغده دي، ويزود الاستراكشر الاناتومي الحجم، تعمل لها جروث وتزود البلاد فلو. يبقى السلو اكشن هيزود السنسز، ده فيسيولوجي بتاع الهرمونز، فعليه بيزود معظم العمليات اهو. شوف بيزود اول عمليه اللي هي الايودايد ترابينج ميكانيزم، حتى هنا انا عاوز لا اصلحها لكم يا اولاد، نخليها ايودايد عشان احنا قلنا الغده بتاخد الايودايد، خلاص تزود الايودايد ترابينج، وبعدين تزود الايودينيشن، تحول الايونايزد ايودايد الى اليمنتال ايودين، وبعدين يتحد فاكر السجع الايودين مع التيروزين يدي مونو دايود تيروزين، وبعدين يحصل كابلينج، تزود العمليات بتاعت السنسز والاستراكشر، تعمل تزود الاناتومي جروث، هايبر بليزيا زياده عدد خلايا الثيرويد، بليزيا عن تخليق، وهايبرتروفي زياده حجم الخلايا، يبقى زود الحجم والعدد بتاع الخلايا او فليكولار سيلز، وتزود البلاد فلو في غده قلنا هي من اكتر غده عندنا اندوكراين جلاند فاسكولار في الجسم. ده الطريقه الجميله. طيب ده الكنترول من فوق. طب لو زاد التي 3 والتي 4 ازاي بقى نثبت؟ لو زادوا نعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، قالوا نيجاتيف فيدباك نزودهم. يبقى زياده التي 3 والتي 4 مثلا هتنهبت الانتيرو بيتوتري ما تطلعش تي اس اتش، وتنهبت الهايبوثالاموس ما تطلعش تي ار اتش. فين بقى المهمه؟ خد بالك معايا كويس قوي. موست اوف ذا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم اون بيتيوتري، سؤال ام اس كيو مهم جدا. معظم النيجاتيف فيدباك بيبقى على البيتيوتري. طب في سؤال ام اس كيو ثاني، فاكر الثايرويد سيبيتنج هرمون ده كان بيطلع بالثايروتروبين ريليسنج هرمون، قلنا الثايروتروبين ريليسنج هرمون ده ما كانش بيزود التي اس اتش بس، كان بيزود معاه جروث هرمون والبرولاكتين، حتى قلنا ان الاكشن نون سبيسيفيك. بنفس المنطق الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون والبرولاكتين انهيبيتنج هرمون اللي هو دوبامين، مش بس بيقللوا الجروث هرمون في حاله الجروث هرمون انهيبيتنج، والبرولاكتين في حاله الدوبامين اللي هو البرولاكتين انهيبيتنج ده بيقللوا كمان التي اس اتش. سؤال ام اس كيو، يبقى زي ما الثايروتروبين ريليسنج هرمون بتاع التي اس اتش زود الجروث هرمون والبرولاكتين، بالاضافه طبعا للاساسي اللي هو التي اس اتش، التي ار اتش اساسا هيزود التي اس اتش، وفعل بيه هيزود الجروث هرمون والبرولاكتين. طب هما المعامله بالمثل، الجروث هرمون انهبيتنج هرمون والبرولاكتين انهبيتنج هرمون اللي هو الدوبامين يقللوا التي اس اتش، وده يثبت مره اخرى الاكشن نان سبيسيفيك. ده الكنترول يا اولاد، سؤال مهم جدا الكنترول تبقوا عارفينه. يبقى ريجوليشن، تسال روحك هي تحت تاثير انتيرو بيتوتري، نبتدي بالتي ار اتش من فوق في الهايبوثالاموس، ثم الانتيرو بيتوتري تي اس اتش، وقلنا الميكانيزم دول يحددا، ثم من تحت النيجاتيف فيدباك يثبت. يبقى اللي فوق يحدد اللي هو البيتوتري والهايبوثالاموس، تشرح التي ار اتش والتي اس اتش، والنيجاتيف فيدباك تي اس تي 3 وتي 4 يثبت، وقلنا معظمه على الانتيرو بيتوتري. طيب ننتقل للامراض، اخر حاجه عندنا اللي هي ديس اوردرز. انا اعمل لكم مفاجاه جميله يا اولاد، بحب قوي الجداول لانها تخلي الواحد يقضي اولا الكونتراست، يخلي الواحد يحفظ اسهل، ويخلي الموضوع اسهل لمجهود واحد يحفظ مرضين. تعال بقى ناخد الجزء اللي انتوا بتحبوه للدراسه ولكن بيكرهوا العيان في الحقيقه، اللي هو ديس اوردرز اللي هتاخد شكلين يا اولاد، يا هايبوثايروديزم نقص افراز الغده الدرقيه، يا هايبر ثايروديزم زياده افراز الغده الدرقيه. الاول اقول لكم معلومه مهمه، ان الديستربنس في الغده الدرقيه يا اولاد خاصه الهايبر ثايروديزم ده السكند اندوكراينال ديس اوردر افتر دايابيتس ميليتس، يعني اول مرض متعلق بالغدد الصماء في العالم هو السكر بتاع الانسولين، ده اول مرض له علاقه بالغدد الصماء السكر. ثاني مرض بعد السكر شيوعا في الدنيا اللي هو امراض الثيرويد، عشان كده ده يوريك اهميه غده الثيرويد. فهناخد دلوقتي الوضع كالاتي، يا هايبوثايروديزم يا هايبرثايروديزم. الهايبرثايروديزم بحب اقولها لكم
عددهم في الدنيا بيبقى عدد المرضى في الدنيا 1.2%، يعني 1 من 10 من الناس. شوف قد ايه، يعني حاجه كتيره جدا من الناس عندهم هايبرثيرويدزم اللي هو هنسميها جريفز ديزيز او اكسوفثالموس جويتر، بينما اللي عندهم هايبوثايروديزم 4%، يعني تلت عدد اللي عندهم هايبرثيرويدزم. يبقى دي 1.2 من 10، دي 4%، اللي عندهم هايبو اللي هي ميكسيديما او عضل. وعموما امراض الثيرويد اكتر في الفيميل منها في الميلز، ناس بيقولوا من 5 مرات، ناس بيقولوا 7 مرات، ناس بيقولوا 10 مرات في الفيميلز مور ذان ان ميلز. يعني غده الثيرويد بامراضها خاصه بالفيميلز، تنساش. ويبقى تاني مرض من حيث الشيوع بعد الانسولين، اول معلومه، وفي الفيميلز اكتر من الميلز. طيب نيجي الاول نقول ايه الكوزس، الاسباب. ايه اسباب الهايبوثايروديزم؟ ممكن نقسمها بطريقتين، يا اما العيب في الثيرويد يبقى نسميها ثيرويد، يا اما العيب فوق الثيرويد ان البيتيوتري ما بتطلعش تي اس اتش، او الهايبوثالاموس ما بتطلعش ثايروتروبين ريليسينج هرمون، يبقى يسموها سوبرا ثيرويد. يبقى دي تقسيمه، لو العيب في الثيرويد يبقى ثيرويد، في البيتيوتري او الهايبوثالاموس يبقى سوبرا ثيرويد. طيب لو العيب في الثيرويد نسميه برايمري، لان الثيرويد هي البرايمري اورجان اللي بنتكلم عليه، يبقى برايمري هايبوثايروديزم، الثيرويد ما بتطلعش تي 3 تي 4. لو العيب في البيتيوتري، هي ليه الثيرويد ما بتشتغلش؟ عشان البيتيوتري ما بتطلعش تي اس اتش، يبقى سموها سكندري. طب ربما البيتيوتري ما بتطلعش تي اس اتش لسبب ثالث، ان الهايبوثالاموس ما بتطلعش تي ار اتش، يبقى سموها تيرشري. تيرشري يعني حاجه ثالثه. يبقى ممكن نقسمها ثيرويدال او سوبر ثيرويدال، تقسيمه ممكن نقسمها برايمري او سكندري او تيرشري. دي لسه يا اولاد انا بحس ان انا بضيع وقت الطلبه فيها. في كل 1000 حالة هايبوثايروديزم، 1000 بسبب الثيرويد، وواحد بس بسبب السوبر ثيرويد. يعني اللي عنده هايبوثايروديزم اساسا غالبا، بقولها للزملاء مش ليكم الاصغر سنا، برايمري هايبوثايروديزم مش سكندري ولا تيرشري. ده كلام اكاديمي ملوش قيمه، يتوه الدكاتره، معظمها ثيرويد. طبيعي اسباب الثيرويد اقول لك بطريقه جميله جدا، بالاهم في الاقل اهميه، سي دي اي. شوف ترتيب الحروف لذيذ في الحفظ. سي دي اي اهم سبب في الدنيا، اللي هو كرونيك ثيرويدايتس، التهاب مزمن في الثيرويد حول الثيرويد لنسيج ضام ملوش قيمه، ما بيطلعش الغدد. اللي اكتشف هذا المرض اسمه هاشيموتو، راجل ياباني في سنه 1912. هاشيموتو ده جابانيز، وسماها هاشيموتو ثايرودايتس. ده اهم سبب للهايبوثايروديزم في الدنيا، اللي هو التهاب مزمن في الثايرويد كرونيك ثايرودايتس، هاشيموتو ثايرودايتس. وده اوتو اميون ديزيز، من امراض المناعه المكتسبه، ان الجسم بيعمل انتي بوديز ضد الثايرويد بيروكسيديز انزيم، او ضد الثايروجلوبين، اهي مكتوبين الثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز او ثايروجلوبين انتي بوديز. ده اهم سبب على الاطلاق. طب تاني سبب كونجينيتال، ان الطفل يتولد بدون ثيرويد. طب تالت سبب قلناها ده زمان، كرونيك ايودين ديفيشنسي، اماكن موجوده بعيده عن البحر كان بيحصل لهم حاجه اسمها اندميك جويتر، يعني لما الايودين يقل التي 3 والتي 4 يقلوا، فالتي اس اتش في محاوله يائسه يزيد يكبر الغده عشان تلقط اي ايودين، تكبر تبقى جويتر. شائع في المنطقه اللي ما فيهاش ايودين يبقى مستوطن، يبقى يسموه انديميك جويتر. ما بقاش في الكلام ده دلوقتي، لا في الواحات ولا في الفيوم ولا في عاصف افريقيا، ان كل ملح الطعام بقى فيه ايودين. يبقى اول 3 بحرف السين اهمهم، انا ما احبش لسه، اهمهم كرونيك ثايرويدايتس هاشيموتو ثايرويدايتس. طيب وبعدين كونجينيتال تاني سي، وبعدين كرونيك ايودين ديفيشنسي تالت سي اللي هي انديميك جويتر. طب دراجز، ان واحد بياخد انتي ثايرويد دراجز، يعني عنده هايبر ثايرويديزم وادوله ادويه ضد الثايرويد بس بجرعه زايده، ما حسبناش الجرعه صح، فقلبناه من هايبر ثايرويديزم كنتيجه لزياده الجرعه بتاعت الانتي ثايرويد الى هايبوثايرويديزم.
ودي ممكن تحصل على فكره في حاله الماتيرنا، الام حامل وبتاخد انتي ثايرويد، فما تتاثرش الام بس، يتاثر الجنين بتاعها كمان، ينزل عنده هايبوثايروديزم، بس تو ما يبعد عن امه ترجع الثايرويد طبيعيه تاني. في دراكس تانية غير الانتي ثايرويد، دواء مشهور اللي هو الليثيوم، الليثيوم ده انتي سايكوتيك في ادويه الجنون. الليثيوم ده بيخمدوا بيه العيانين اللي هم عندهم تهيج، ده لقوه بيعمل هايبوثايروديزم. او ممكن عيان عنده هايبرثايروديزم عالجناه مش بدواء بقى، بريموفال، يعني شلنا الثايرويد بس شلنا حته اكتر مما ينبغي جراحيا، او عملنا الراديشن بريديو اكتيف ايودين بيعالجوا الهايبرثايروديزم بس ادينا اشاعات اكتر مما ينبغي، يبقى ده اللي هو اكسس ريموفال او اكسس راديشن. يبقى دي الاسباب، يبقى معظم اسباب الهايبوثايروديزم ايه يا اولاد؟ ثايرويدال. كل 1000 حالة في حالة واحدة بس سوبر ثايرويد، عشان ما نلخبطش، تمام؟ وطبعا دي تفيدنا في ايه؟ ان ادام معظمها ثايرويد لما بينقص التي 3 والتي 4 يبقى بالنيجاتيف فيدباك تي اس اتش تزيد، يبقى في معظم الحالات تي اس اتش زايدة، وفي حالة واحدة من كل 1000 يبقى السبب نقص التي ار اتش ونقص التي اس اتش. هتقول لك ازاي تفرق الثايرويد من السوبر ثايرويد؟ ان في ثايرويد لما يبقى السبب هنا التي 3 والتي 4 ناقصين باللون الازرق يبقى بالنيجاتيف فيدباك تي اس اتش زي، ده الثايرويد يا معظم الحالات. السوبرا ثايرويد بيبقى تي اس اتش ناقص. طب الثايرويد ايه اسبابهم؟ قلنا بطريقه حلوه، سي دي اي كرونيك ثايرويدايتس هاشيموتو، كونجنيتال كرونيك ايودين ديفيشنسي، وبعدين دراجز او اكسس دراجز سواء كانت انتي ثايرويد دراجز او انتي سايكوتيك، او ادينا اكسس ريموفال او اراديشن. طب الناحيه الثانيه والاهم بقى الهايبرثايروديزم، لانها ثلاث مرات قد الهايبو، 1.2 مش 0.04. برضه نيجي التقسيمات اللي هي بنضيع وقت الطالب، ممكن السبب يبقى ثايرويدال، وممكن يبقى سوبرا ثايرويدال اللي هي هنا العيب في البيتيوتري، ممكن يبقى اكتوبيك ثايرويدال تيشو، يعني في خليه ما هياش ثايرويد خالص 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 طلعت الخليه دي ثايروكسين، او ان احنا ادينا العيان ثايروكسين عنده هايبو ادينا له ثايروكسين من بره اكتوبيك خارجي، فادينا له جرعه زياده هو عنده هايبو ادينا له ثايروكسين زياده على اللزوم قلبناه الى هايبر. يبقى هنا التقسيمه يا ثايرويدال يا سوبرا ثايرويدال، بيبقى العيب هنا في البيتيوتري، في بيتيوتري تيومر في الثايروتروبس بتطلع تي اس اتش كتير، او بيتيوتري ريسبتور ريزيستنس ان البيتيوتري ريسبتور ما بتستجبش للنيجاتيف فيدباك. فاحنا قلنا لما بيزيد الثايروكسين التي 3 والتي 4 اساسا النيجاتيف فيدباك على البيتيوتري، فلو البيتيوتري لما هما بيزيدوا ما بتعقلش وتبطل تطلع تي اس اتش، ان في بيتيوتري ريسبتور ريزيستنس، التي اس اتش يقعد يطلع كتير، التي 3 والتي 4 يطلع كتير، بس هنا يبقى العيب في البيتيوتري، البيتيوتري بتطلع تي اس اتش كتير او تي اس اتش لا يستجيب للنيجاتيف فيدباك لان في بيتيوتري ريسبتور ريزيستنس. طب اكتوبيك، ان نسيج ما هو الثايرويد خالص بيطلع تي 3 وتي 4، ودي قلتها مع الاي دي اتش، ان كل خليه في جسمك عندها البوتنشاليتي لانها تطلع اي حاجه، واثبتها ان اساسا كل الجسم ده معمول من خليه واحده، سبيرم اتحد مع اوفر عمل جسم كامل، فكل خليه من خلايا هذا الجسم الله يعلن عن وحدانيتي عندها القابليه انها تطلع اي حاجه، فممكن ثايرويد هرمونز يطلع من نان ثايرويدال تيشو، او انت واخد من بره اكتوبيك ثايروكسين في علاج هايبو بس خدت جرعه زياده فقلبتها هايبر. مره اخرى يا اولاد عشان نعلم صح، عشان تقولوا راجل ده علمنا صح في يوم الايام، معظم الحالات ثايرويدال لا سوبرا ثايرويدال ولا اكتوبيك، ده كلام للدش بتاع النظري. طب مين اشهر سبب؟ جريفز ديزيز، ده 50-80% من حالات الهايبرثايروديزم جريفز ديزيز. سموه جريفز ليه؟ نسبه الى مكتشفيه اظن اسمه روبرت جريفز في سنه 1835 جريفز، ده 50-80% من حالات جريفز، وبرضه زي الهاشيموتو الناحيه الثانيه بس ده اكتر، يعني الهاشيموتو هو اهم سبب للهايبر بس مش بنفس شيوع الجريفز، الجريفز ده 50-80% من الحالات الهايبر جريفز، برضه اوتو اميون ديزيز. بس هنا الانتي بوديز غريب جدا بقى، الانتي بوديز شكل
الثيرويد ستيميليتنج هرمون، فبيروح للريسبتور بتاع الثيرويد ستيميليتنج هرمون يعمل له ستيميليشن اهو، فيسموه ايه بقى الانتي بوديز ده؟ ثيرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور، يعني انه بيشتغل على التي اس اتش ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز. علمتكم يا اولاد حاجه لطيفه، لما تلاقي الكلمه صعبه لانها مش شمال لليمين، واحنا في عربياتنا واخدين على اليمين دي الشمال، احنا اهل اليمين، اقراها من اليمين للشمال تفهمها. انتي بودي بيستيميليت الريسبتور بتاع الثايرويد ستيميليتنج هرمون، بس يبقى انتي بوديز بيستيميليت ريسبتور بتاع الثايرويد ستيميليتنج هرمون. ده سؤال دكتوراه على فكره. ان معروف، هقولها لكم حاجه لطيفه اعتبرها يعني مزاح، ان كل الانتي بوديز في الجسم ديستركتيف ان ذير فانكشنز، يعني الانتي بوديز في الاوتو ايمون ديزيز بتكسر الجسم. فيسالك في الدكتوراه هل تسمع عن انتي بودي، انتي بودي ما بيكسرش بالعكس بيعمل ستيميليشن للاورجان اللي بيشتغل عليه؟ اه، مفيش غير واحد بس اللي هو ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز اللي بيعمل الجريفز ديزيز، اللي هي مره اخرى زي الهاشيموتو اوتو ايمون ديزيز، وهي اشهر سبب. تاني سبب كان هناك عندي، اسف هنا مكتوبه على انها ده حاجه تانية نشيلها، الاوتو ايميون ده هو ده الجريفز. وعليا يا اولاد تاني سبب هيبقى عندي اللي هو اكيوت ثايرويدايتس، كان هناك عندي كرونيك ثايرويدايتس، هنا هقول اكيوت ثايرويدايتس. اكيوت ثايرويدايتس يعني كرونيك بتعمل هايبو، لكن اكيوت بتعمل اريتيشن. لما يبقى في اكيوت هنا اهي اكيوت ثايرويدايتس، ده تاني سبب بيعمل اريتيشن الغده فتطلع كتير. يبقى شوف الفرق، كان هناك كرونيك ثايرويدايتس انما هنا اكيوت ثايرويدايتس تعمل هايبر. طيب مالتي نودولار جويتر، يعني الغده كبيره وفيها نديولز كتير، ده ثالث سبب. رابع سبب توكسيك ادينوما، يعني ادينوما بتطلع ثايرويد كتير فيسموها توكسيك ادينوما. اوما يعني ورم، ادينو يعني في الغده، ورم في الغده بيطلع ثايروكسين كتير. او بالعكس بقى مش كرونيك ايودين ديفيشنسي، تو ماتش ايودين ابتيك، واحد بياخد ايودين اكتر مما ينبغي. يبقى دي الاسباب الخمسه للثايرويد اللي هي الاهم. يبقى تاني جريفز ثم جريفز ثم جريفز، ده 50-80% اللي هو اوتو اميون في انتي بوديز ستيميليتنج ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور. يبقى ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز. تاني سبب اكيوت ثايرويدايتس، مالتي نودولار غويتر ثالث سبب، توكسيك ادينوما رابع سبب، تو ماتش ايدين خامس سبب. ثايرويد سبيشالي جريف ديز هي اهم من الكلام الباقي التاني. نيجي التريتمنت بقى يا اولاد قبل ما نيجي المانيفستيشنز وننهي بيها. اللي عنده هايبوثايروديزم، عنده نقص في افراز الغده الدرقيه، نديله ثيروكسين، سموها ليفوثيروكسين، بيعالجوه بليفوثيروكسين. طب اللي عنده هايبر نديله للسائلين ميديكال انتي ثايرويد دراجز، ادويه تمنع تكوين التي 3 تي 4. خدنا مجموعتين، ارجع في اول محاضره، في مجموعه المونوفيلنت اينز بتمنع الايودايد ترابينج اللي هي اول عمليه، والادويه الثانيه بتبوظ الثايرويد بيروكسيديز. زائد اوعى تنسى ان لازم ندي العيان بيتا ادرينرجيك بلوكرز، لان العيان اللي عنده هايبر ثايروديزم بيبقى عنده زياده في السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز. طيب ده العلاج الميديكال، او ممكن نكسر الغده اللي هي بتشتغل نشاط زائد بماده مشعه، ندي راديو اكتيف ايودين، او نشيل جزء من الغده. سب توتال ثيرودكتومي، ساعات بيعملوا توتال ثيرودكتومي، ده العلاج. طيب نيجي اللابوراتوري الانفستيجيشنز. اهم حاجه يا اولاد في الام اس كيو الكوليسترول، ليه؟ لان هم عارفين الطالب بيتلخبط ان كل حاجه في الهايبر ثيرودوزم بتزيد، كل حاجه تزيد في الهايبر ثيرودوزم ما عدا الكوليسترول. في الهايبر ثيرودوزم اهو الكوليسترول بيقل، اللي هو الباد كوليسترول اللي هو اللو دنسي لايبوبروتين، بينما بالعكس في الهايبوثايروديزم الكوليسترول بيزيد. يعني بقول الكوليسترول بيتحرك بصوره عكس الغده، في الهايبو
thyroidism there is hypercholesterolemia, وفي الهايبرثايروديزم there is hypocholesterolemia. طيب نيجي بعد كده بنقيس ال T3 و T4 وال TSH. خلاص بنقيسهم بحاجه اسمها راديو اميونو اسي. اسي يعني قياس براديو اميون. لكن عشان تقيسه ده الاهم بقى، انت بيهمك انهي جزء في التي 3 والتي 4؟ الفري 4 اللي هو اقل من 1/10%، مش الباوند 4 اللي ده ان اكتف. فده بيقيسوه بقى بسبيسيفيك اسي. يبقى تقيس كل الهرمون براديو اميونو اسي، انما تقيس الفري 4 بسبيسيفيك اسي. طبعا بص معايا الموضوع سهل جدا. ابتدي بالهايبرثايروديزم. في الهايبرثايروديزم سواء كانت ثايرويدال او سوبرا ثايرويدال او حتى اكتوبيك ثايرويدال، تي 3 وتي 4 بيزيدوا، عشان كده العيان عنده هايبرثايروديزم. لو كان العيب في الثايرويد، التي اس اتش بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم هتقل، عشان ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. بينما لو كان العيب سوبرا ثايرويدال، يعني البيتيوتري اساسا بتطلع تي اس اتش كتير، عشان كده زاد التي 3 وتي 4. يبقى بنفرق الثايرويدال من السوبرا ثايرويدال، هما الاثنين زائد فيهم التي 3 وتي 4، عشان كده عندهم هايبر ثايرويديزم. بس لو كان عيب في الثايرويد بتطلع تي 3 وتي 4 كتير، يبقى بالنيجاتيف فيدباك هيقل التي اس اتش. لكن لو كان العيب سوبرا ثايرويدال اساسا بيطلع تي اس اتش كتير، وعشان كده بيطلع تي 3 وتي 4 كتير، يبقى التي اس اتش هيزيد. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، وهو هو تاني مع الهايبوثايرويديزم. لو كان العيب في كل الاحوال المفروض التي 3 والتي 4 البرايمري بيسموها اوفرت. اوفرت يعني واضح باينه، انما السكندري يسموه سنترال، لان العيب بيبقى في البيتيوتري او في السنترال نيرف سيستم الهايبوثالامس. في الحالتين التي 3 والتي 4 بيبقوا قليلين، عشان كده العيان عنده هايبوثايروديزم. لو العيب في الثايرويد بيبقى بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم برايمري، يبقى التي اس اتش يزيد. اما لو العيب في الهايبوثالاموس او البيوتري هم اللي بايظين اساسا، يبقى مفيش تي اس اتش وعليه مفيش تي 3 تي 4. هنا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا يا ولاد، يبقى دي نقطه مهمه قوي، معلومه مهمه جدا للزملاء اساسا مش ليكم يا ولاد. في عندنا سب كلينيكال هايبوثايروديزم، يعني ناس عندها التي 3 تي 4 نورمال، بس هم اكشوال الغده مش نشيطه، وعشان تتنشط لازم تي اس اتش يطلع كتير. يعني بص تي 3 تي 4 نورمال اهو، ازاي بقى نورمال؟ بان زودنا الليفل اوف تي اس اتش. ده يسموه سب كلينيكال. سب كلينيكال، عارف عددهم كام السب كلينيكال اللي عندهم هايبوثايروديزم في الدنيا دول؟ بليون. يعني العالم 7 مليون 7 مليار، في بليون الثايرويد شغاله زي الفل منظر، بس هي كانت عاوزه تكسل والتي اس اتش زودها. فلما تلاقي التي اس اتش زايد وفي نفس الوقت التي 3 والتي 4 نورمال، تبقى عارف ان دول السب كلينيكال. دي معلومه للزملاء اساسا، ده سب كلينيكال هايبوثايروديزم. ده النهارده عاوز اقول لكم معلومه مهمه، مفيش طفل بيتولد في العالم الا لما لازم اول ما ينزل يعملوا له ثايرويد فانكشن تيست، عشان لو كان عنده هايبوثايروديزم نديله ليفوثايروكسين عشان ما يحصلوش تخلف. اي طفل في اي مكان في العالم بيتولد، يوم ما يتولد لازم نعمل له فحوصات الثايرويد، تعلمها حتى لاقاربك. اي بيبي يتولد نفحص له الثايرويد، عشان لو عنده هايبوثايروديزم هو ده الفرصه ان تدي له ليفوثايروكسين وينمو طبيعي، يبقى زي الفل، عوضا عن ان يبقى ايديوت ودورف وحاجات من هذا القبيل. طيب نيجي للاسهل، بس لا تنسى اتكلمنا كوزس وتريتمنت ولابوراتوري في الصفحه الاولانيه. لا تنسى ان الكوزس اساسا بقولها للزملاء ثايرويدال، معظم الحالات ثايرويدال. نيجي بقى الكلينيكال، وده سهل ان خدناه مع الفانكشنز يا ولاد، وعاملها في جدول لطيف قوي. لو عيان عنده هايبوثايروديزم اللي قلنا كام في المية؟ 4%، وبنسمي المرض ميكسيديما لما يبقى في الأضد، مفيش تخلف جامد نسميها ميكسيديما. هنتكلم عليها في النقاط الاتيه، ست نقاط. النقطه الاولى، اول حاجه احنا قلنا ما هي وظيفه التي 3 والتي 4؟ ولع شعل، يبقى كالوروجينيسيس، تطلع سعرات. طب انا عندي هايبوثايروديزم، يبقى الميتابوليك ريت هيقل للنص، ممكن اب تو 40 ل 50%. تخيل يعني
يعني الحرق ينزل 40-50%، توليد السعرات ينزل 40-50%. طب توابع دي ايه بقى؟ مهمة جدا. انت حضرتك قفلت الدفاية في البيت، يبقى متحملش انهي برد، يبقى the patient cannot tolerate cold weather، متحملش البرد. طيب وعليه ما بتحرقش، ما بتحرقش، يبقى وزنك يحصل له ايه؟ يبقى البادي ويت يزيد. وان كنت ما بتاكلش، الابيتايت قليله، بس زياده الوزن بسبب عدم الحرق. تعال الناحيه الثانيه، الهايبرثايروديزم اللي هو اسمه جريفز ديزيز، اللي هو اسمه اكسوفثالموس جويتر، عشان العين عنده اكسوفثالموس وعنده جويتر، الغده كبيره وعينيه جاحظه، فيسموه هايبرثايروديزم جريفز ديزيز او اكسوفثالموس جويتر، اللي هو ثاني مرض بعد الدايابيتس ميليتس في العالم، 1.2% في العالم، ويصيب الفيميل قد الميل 5-10 مرات. طب هنا بقى بالعكس، في زياده في الكالوروجينسيس، الميتابوليزم الحرق يزيد اب تو 100%، الحرق زايد 100%. طيب تخيل بقى انت بتحرق ضعف اللي المفروض تحرقه، يبقى واحد بيحرق كتير زي اللي بيعمل اكسرسايز بيجري، ما هو بيحرق كتير، يبقى كان نوت تولريت انهي وذر، كان نوت تولريت هوت وذر. عن قاعد الجو لطيف جدا، هو الوحيد اللي مش طايق نفسه، واحنا شايفين الجو معقول. طب اللي بيحرق ضعف الكميه تتوقع البادي ويت يحصل له ايه؟ يقل، برغم ان الابيتايت زايده وكنتيجه الحرق عنده انكريز الابيتايت وثيرست وعطشان. شفتوا مقارنه جميله ازاي؟ يبقى اول نقطه نبتدي بيها ولعها ولع شعلها شعلها، اللي هي الكالوروجينس. هنا الكالوروجينسز نزلت للنص، هنا وصل تقريبا للضعف. هنا الحرق نزل للنص، اوعى تقول نزل 100%، لو قلت نزل 100% تصحى تبقى العام مات. نزل ل 40-50، مش عاوز غباوه. يبقى العام يبرد وزنه يزيد برغم انه ما بياكلش. هنا بيحرق الضعف اب تو الضعف اب تو 100%، يبقى كان نوت توليريت هوت وذر، والبادي ويت هيقل برغم انه بياكل كتير. هناخد بعد كده بقى السكين والماسلز وننزل بادي سيستم. واحد يقول لي هنحفظهم ازاي؟ بص ترتيب، جلد بره، تحتيها العضلات، تحتيها البادي سيستم. احب النظام قوي، بحاول اذاكر معاك نرتب المعلومات. يبقى سكين فماسل فبادي سيستم. نيجي في السكين، ايه اهم حاجه في الجلد في العين اللي عنده ميكسيديما؟ ان مفيش حرق، فيتجمع تحت الجلد ميوسين وميه، فيبقى العين عنده ميوسين وميه. ده من هنا جت كلمه ميكسيديما، يعني عنده اديما، ما هو فيه ميوسين وميه، يبقى يسموه عنده ميكسيديميتس تيشو. اديما معاها ميوسين، اديما معاها ميوسين اللي هو ميوكو بوليساكارايدز. تتميز بايه الاديما دي؟ بانها نون بيتنج اديما، يعني الاديما ما بتغرس. تعالى افهمها لك يعني ايه نون بيتنج اديما. لو انا عندي هارت فيلير في ميه كتير تحت الجلد، وادوس واشيل صباعي تقعد غارزه كده، تخيل انا اشيل صباعي، لكن لان العين بتاع الميكسيديما ما بيحرقش، ما فيش ميه، بس ميه معاه ميوسين، ومش عاوز اقرفك، المخاط ده بيبقى الاستيك، المخاط الاستيك، فاول ما تشيل ايدك تملى تاني، اول ما زي النورمال تيشو، يبقى نون بيتنج اديما. اكتر حته بتبقى فين بقى؟ بري تيبيا يا اولاد، يعني قدام التيبيا، اكتر حته بتبقى موجوده فيها بري تيبيا. حتى جايب لكم صوره، يعني عارف هتخضكم شويه بس معلش، اهي قدام التيبيا. يبقى الجلد العين عنده نون بيتنج اديما، موستلي بري تيبيال، قدام عضله التيبيا، دي مهمه قوي. طيب عين ما بيحرقش يا اولاد، يبقى الجلد بتاعه تتوقع ايه؟ دراي، ناشف، ما هو بيحرقش، ساقع، ما بيحرقش، كولد، وفي ديكريزد هير، الشعر بتاعه ناقص، ولونه بيل، شاحب، وايفن يلو. عارف ليه يلو؟ بس دي صعبه شويه، دي للبوست جراديت. تحول الكاروتين الى فيتامين ايه يحتاج ثيرويد هرمونز. كاروتين اللي هو البريكيرسور بتاع فيتامين ايه اللي مهم للنظر، الكاروتين اللي بيدي فيتامين ايه مهم للنظر، ده محتاج ثيرويد هرمونز. فاللي عنده هايبوثيروديزم مش عارف يحول الكاروتين لفيتامين ايه، فالكاروتين في الدم
يزيد، والكاروتين ده لونه اصفر، كاروتس الجزر اصفر، فيبقى لون السكين يلو، عنده كاروتينيميا. وطبعا الطالب ذكي وهيبقى عنده نقص فيتامين ايه، يبقى عنده نايت بلايندنس، بس دي زياده. يبقى ده السكين. يبقى اهم حاجه في السكين ايه يا اولاد؟ انه عنده إديمة، تغرز ولا ما تغرز. اهم حاجه في الام اس كيو نون بيتنج، لان معاها ميوسين، والميوسين المخاط ده الاستيك، فتحطه تطلع زي الاستيك يطلع تاني. وعشان كده تفهم ليه سموا المرض ميكسيديما، عشان في إديمة وميوسين، ومن هنا جت كلمه ميكسيديما. طب واحد ما بيحرقش، يبقى الجلد بتاعه ناشف دراي كولد، وفي لوس اوف هير، وقلنا لون السكين يا بيل او يلو. وادي اديني جايب لكم صور، اذا حبيت تبص دي العينه قبل العلاج اهي، شايف وشها مورم ازاي من الميكسيديما، وده بعد العلاج شوف التحسن اللي حصل. نيجي على المسلز، ما بيحرقش، يبقى ويكنس وفاتيك. نيجي على البادي سيستم، تخيل ما بيحرقش، يبقى كل الاكتيفيتي هتقل. اعكس، يبقى على السنترال نيرفس سيستم في سلو موفمنتس، حركته بطيئه، سلو سبيتش يتكلم ببطء، سلو ثوتس يفكر ببطء. احنا قلنا مهم للبرين ديفلوبمنت دي 3 تي 4، حتى ده في الكبار ما بقاش متخلف، بس كل حاجه بطيئه. ليثيرجي يعني متوه وسليبلس، ناس طول النهار عاوز ينام. عارف انا بقولها بطريقه لطيفه ازاي يا ولاد؟ بقول العيال اللي عنده ميكسيديما عامل زي طالب كليه الطب. طالب كليه الطب عنده ميكسيديما، عنده هايبوثيروديزم، مش عاوز يتحرك، سلو موفمنتس، تساله سلو سبيتش جاوب ببطء، يقول لك مش فاكر، سلو ثوتس، طول النهار عاوز ينام، سليبلسنس، اوعى تنساه. نيجي على الكارديوفاسكولار سيستم، ما هو ما بيحرقش يبقى بارد، يبقى برادي كاردي، ضربات القلب قليله. وبعدين لما نعمل اكس راي على الهارت نلاقي عنده الكاردياك شادو، ظل القلب كبير، مش لانه في اي خلل في القلب، لان في حواليه ميكسيديميتاس تيشو، الميوسين والإديمة متوصبين حوالين القلب. فاوعى تقول العيال عنده كاردياك انلارجمنت او هارت فيلير، لا ده خداع، ده بسبب ميكسيديميتاس تيشو حوالين القلب. طب نيجي على الجي اي تي، كان بيزود موتيلتي، يبقى الموتيلتي قليله، يبقى العيال عنده امساك كونستبيشن وديسبيبسي. طب نيجي على النفس، ما بيحرقش، يبقى براديبنيا، النفس بطيء، يبقى كل حاجه بطيئه سهله، يبقى الحرق القليل ادى لان كل حاجه نقصت. تعالى بقى الناحيه الثانيه، سهله جدا، الجريفز اللي هي الاشهر، ده اللي بيجي اكتر يا اولاد. بيحرق كتير قبل الضعف، كالوروجينسيس قلنا، وحتى مش قادر يتحمل الحر وبيخس برغم انه بياكل كتير وعطشان ثيرست. ناخد الثلاثه اللي بعديهم، سكين ننزل تحتها الماسلز، ننزل تحتها البادي سيستم. على السكين بيحرق الضعف، يبقى زي بالظبط وهو قاعد كانه واحد بيعمل رياضه، يبقى يعرق سويتنج، الجلد بتاعه يبقى سخن وورم وفلاش احمر، سهل. طب الماسل مش قلنا بقى في الاكسس، قلنا ما بيكتفيش بحرق الكربوهيدرات والفات، ده بيحرق كمان العضلات وبيحرق قلبك، فمصل ويكنس وتايرنس لانه حرق العضلات، فيسموها ثايروتوكسيك مايوباثي، باثولوجي في المصل بسبب التسمم بالثايروكسين، ثايروتوكسيك تسمم بزياده الثايروكسين عمل مرض في العضلات مايوباثي. طبعا البادي سيستم قلنا بسبب حاجتين، الاكتيفيتي زايده بسبب حاجتين فاكرينهم، السخونه وزياده السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز. فتعالى على السي ان اس بقى، تلاقي بالعكس العين عنده نيرفسنس، يعني مش طايق نفسه، ايموشن لابيليتي، متهيج، انسومنيا، مش عارف ينام، تريمورز في الاوت ستريتشد فينجر. يعني لما تقول له كده مد صابعك تقدر تيست يور سيلف، اي واحد فينا طبيعي صابعه ثابته. العين لو مد ايديه كده في الاوت ستريتشد هاند كده تلاقي يحصل له تريمورز، وايفن في التانج التريمورز دي مشهوره جدا. يبقى العين اهو، انا همثلك عين عنده هايبرثيروديزم او عنده اكسوفثالموس غصص في العين، نيرفسنس، اكسيرتابيليتي، هو ما ينامش، وبعدين عنده تريمورز في الاوت ستريتشد فينجر، تعمل له تندون جيرك تلاقيه اكزاجيريتد، كل حاجه زي ده.
سهل قوي يا ولاد. السي ان اس كارديوفاسكولار سيستم قلنا عنده الهارت ريت زياده تاكيكارديا حتى هو نايم السليبنج بالس بيبقى عنده كتير بالبيتيشن وبالتالي لما قلبه يضرب بسرعه يحس خفقان قلب. وقلنا البالس بريشر بيزيد بيزيد السيستوليك وقل الدايستوليك يبقى البالس بريشر يزيد فاكرها؟ بس المين ارتيريال بلاد بريشر قلنا ثابت. كل ده هتقوله قلنا لما بيحرق قلبك يبقى ممكن يحصل لك هارت فيلير لان عضله القلب اتحرقت. ولانه بيزود السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز ممكن يحصل لك اي نوع من انواع الاريثميا اللي هو اي نوع من انواع خفقان من انواع الاريثميا اللي هو عدم انتظام القلب ما عدا الهارت بلوك. دي للزملاء يا اولاد مش للطلبه. يبقى العيان هيجي له هارت فيلير بسبب ان هو بيحرق زي ما حرق العضلات بتاعه الجسم حرق القلب وايفن يحصل له جميع انواع الاريثميا الا الهارت بلوك. لان احنا فاهمين ايه سبب البادي سيستم بسبب الحرق الكتير وبسبب زياده السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز. نيجي على الجي اي تي بالعكس الموتيلتي زايد يبقى دهارية. وبسبب انه زاد جدا الجلايكوجينوليسيز مش قلنا كان بيزود الجلايكوجينوليسيز على الكربوهيدرات. الجلايكوجين ده يا اولاد بيسبورت الليفر فانكشن فممكن العيان يجي له ليفر فيلر. دي برضو للزملاء مش ليكم انتوا تقولوا دهارية انما للزملاء من كتر الجلايكوجينوليسيز يبقى كميه الجلايكوجين في الليفر قلت. والجلايكوجين ده مش بس مخزن للجلوكوز ده بيسبورت ليفر فانكشن. العيال اللي عنده الكبد تعبان بنزود الجلايكوجين فيه عشان نسبورت ليفر فانكشن. الجلايكوجين قل ممكن يحصل له هيباتيك فيلر. طب والريسبريشن بيحرق كتير يبقى عنده تاكيكارديا. طيب نيجي للنقطه الخامسه والسادسه. خمسه في سبيسيفيك اذر سبيسيفيك في نقص الهرمونز في سبيسيفيك كاركترز ريليتد تو ايج. يعني لو نقص التي 3 تي 4 في واحد قبل ما يتولد قلنا يبقى عبيط كريتينيزم. بعد ما اتولد في سبيسيفيك للميكسيديما هنقول شويه حاجات معينه في الميكسيديما. الميكسيديما دي على فكره يعني المفروض نقول هايبوثايروديزم برضو دي للزملاء. ميكسيديما دي لا تطلق غير على سيفير ادلت هايبوثايروديزم. يعني لازم يبقى الهايبوثايروديزم جامد جدا عشان نسميها ميكسيديما. لدرجه ان في بعض الاحوال يحصل ميكسيديما كوما ويتش مي بي فيت. هنتكلم دلوقتي على السبيسيفيك ريليتد دي في اخر ربع صفحه ونقفل بيها. طب اللابوراتوري قلناها يا اولاد فاكر كنا قلنا في الهايبو في هايبر كوليسترينيميا. وبعدين ما تنساش في الهايبو التي 3 والتي 4 بيبقوا ناقصين والتي اس اتش ديبندز. لو العيب في الثايرويد وهو الاكثر شيوعا وهو الاكثر شيوعا نلاقي التي اس اتش زاد بالنيجاتيف فيدباك. لكن لو العيب سوبرا ثايرويد التي اس اتش بيبقى قليل وده الاقل شيوعا وحاله في كل 1000. عشان كده يا اولاد لو لقينا التي اس اتش زايد في الاغلب بيبقى في هايبوثايرويديزم. يعني لو العيان معهوش فلوس عاوز يقيس حاجه واحده بس تقيس له التي اس اتش. فاهم ليه؟ ان معظم الحالات ثايرويدال فلو الثايرويد مش شغاله التي اس اتش هيبقى زياده بالنيجاتيف فيدباك. نيجي بقى للسبيسيفيك الناحيه الثانيه برضه هنقول هنا اذرز. اوعى تنسى بزعل قوي المرض بيسموه جريفز ديزيز اكسوفثالموس جايتر يا اولاد. فعيب في مرض اسمه جريفز ديزيز او اكسوفثالموس جايتر تنسى ان بعض العيانين عندهم جايتر والبعض الاخر عندهم اكسوفثالموس. يعني برغم ان المرض اسمه اكسوفثالموس جايتر الا ان مش كل العيانين اللي عندهم جريفز ديزيز اللي هو 50 ل 80% من الهايبرثايروديزم عندهم جويتر واكسوفثالموس. بعض العيانين فقط بيبقى عندهم جويتر او واكسوفثالموس. بس مش كل العيانين اللي عندهم جريفز ديزيز عندهم جويتر واكسوفثالموس. بس الاكسوفثالموس دي بقى عاوز نركز فيها قوي. دي دياجنوستيك ساين. يعني لو عيان عنده اكسوفثالموس يبقى 100% ده عنده جريفز عنده اكسوفثالموس بسبب الثايرويد. يبقى لازم خد بالك مش اي اكسوفثالموس. اكسوفثالموس بسبب الثايرويد يبقى 100% جريفز ديزيز. فده دياجنوستيك عادي. هوريك هنا منظر عيان ده قبل ما يجيله المرض وده بعد ما جاله المرض. شايف جحوظ العينين؟ ايه الفرق؟ انك انت العيان اللي عنده اكسوفثالموس تقدر تشوف اللون الابيض حوالين الايريس حوالين اللون البني اهو موجود اول ثرو. يعني في العين الطبيعيه المفروض ما تشوفش البياض فوق وتحت.
لو شفته يبقى ده عنده اكسوفثالموس. يبقى لو عيان عنده ثيرويد وفي نفس الوقت الثيرويد دي عامله له اكسوفثالموس، يبقى 100% ده عنده جريفز ديزيز دياجنوستيك. طب ايه السبب بتاعها؟ برضه مش قلنا الجريفز ده اوتو اميون؟ في اوتو سبب اوتو اميون برضه اشرحها لك. ليه العين بتقحز؟ لان حصل زحمه جوه الاوربت، الانتي بوديز ورمت الاكسترا اوكلر ماسلز، حصل انفلاميشن وسويلنج اوف ذا اكسترا اوكلر ماسل بسبب الانتي بوديز اللي ضد الاكسترا اوكلر ماسلز، وتكون خلف العين ريترو بالبر تيشوز، حصل ديبوزيشن، ريترو يعني ورا، بالبر يعني عين، تيشو اسف ريترو اوربيتال تيشو، اسف انا اسف، حصل ديبوزيشن لريترو اوربيتال اوربيتال تيشو مش ريترو بالبر، ريترو اوربيتال تيشو. فهنا بينطبق اغنيه عدويه، زحمه يا دنيا زحمه، اجي من هنا زحمه اروح هنا زحمه، يعني ترسب تيشوز خارف ورا العين بقت الدنيا زحمه. الاكسترا اوكلر ماسلز تورمت بسبب الانتي بوديز، وحصل ديبوزيشن لتيشوز ورا العين، فالعين مش عارفه تعمل ايه فطلعت لبره. طب ايه الافكتس؟ الافكتس بيقسموها 6 كلاسز للزملاء مش ليكوا. في كلاس 4 لما العين تقحز وانا نايم الجفن ما يغطيش العين، فالكورنيا تبقى افكتد، ده كلاس 4. في الحالة دي علاجها سهل جدا، العين لما ينام عشان الجفن ما بيغطيش العين لان العين جاحظة بنحط له اويل دروبس، يعني قطرة زيت، فالزيت يغطي العين يمنع تبخر المية من العين فيمنع الاريتيشن. ستيج 5 في كلاس 5 في الاكسوفثالموس يحصل ديبلوبيا، يعني حول. في كلاس 6 وده فيري رير الاوبتيك نيرف يتشد فيحصل له اتروفي. طب ليه ده فيري رير؟ لان الاوبتيك نيرف قلنا عنده تورتشيس كورس متعرج، فغالبا العين تقدر تطلع لمسافه كبيره جدا من غير ما الاوبتيك نيرف يتشد، لان ربنا خلقه متعرج، يبقى لازم تطلع مسافه رهيبه في كلاس 6 عشان يحصل فيجوال لوس. زي ما في ميكسديما كوما في ثايرويد ستورم كوما برضو، يعني زي في الهايبو في كوما، بس دي طبعا سيفير كيسز وممكن الاثنين يؤدوا الى ديث. ثايرويد ستورم اللي غالبا يحصل يا اولاد لو عيان عملنا له عمليه ثايرويدكتومي، دخل يعمل عمليه ثايرويد ومش متحضر كويس، فالدم غرق بكميات ضخمه من التي 3 تي 4 تدخله في كوما وديث. طب اللابوراتوري نفس القصه، قلنا في الهايبر الكوليسترول بيقل، طيب التي 3 تي 4 قلنا بيزيدوا، لو كان ثايرويدال وهو الاغلب وهو الاغلب التي اس اتش هيقل، لو كان سوبرا ثايرويدال التي اس اتش في الحاله دي هيزيد. يبقى دول الست نقاط بتوع المرضين. الاشهر طبعا هو الجريفز ديزيز، بيجي اكتر كتير في الامتحانات من المكسديما انه اشهر، اديني علمتك ازاي تتكلم عليه. كالوروجينسيس لوحدها هما ست نقط، 1 3 2 1، كالوروجينسيس دي تبتدي بيها دي اهم حاجه، بعدين 3 تحت بعض، سكين تحتيها في ماسلز تحتيها في بادي سيستمز، خلاص يبقى سكين ماسلز بادي سيستم، وبعدين تتكلم على الاذر مانيفستيشنز واللابوراتوري. طيب فاضلنا حته صغيره بس، انا عاوز كل يعني فيديو يبقى فيه غده، لان مثلا الثيرويد دي عملناها في الاساس على 3 محاضرات، انا عاوز عليها تبقى في محاضره واحده، فاضل لي حته صغيره خالص بنقولها كده مع بعض. في الهايبوثايروديزم قلنا انها التي 3 تي 4 كانت مهمه للديفلوبمنت ان يانج يا اولاد. فنيجي للسبيسيفيك بقى، لو اتولد بيبي بدون ثايرويد، يعني لو حصل هايبوثايروديزم ان الانفنت، هيحصل له مرض اسمه كريتينيزم، كنت قلت ليه سموه كريتينيزم وهقولها تاني بس بعد ما اشرح المرض. نسبته في الدنيا مع الكوش 1 لكل 1600 حالة أو 1 لكل 3400 حالة من البيبيات، ومع ذلك لازم أي بيبي يتولد في العالم عشان ما يدخلش في المشكلة دي نقيس له التي 3 والتي 4 والتي اس اتش. احنا قلنا إن التي 3 والتي 4 مهمين في الميتابوليزم، ده اللي اتكلمنا عليه، كالوروجينسيس والبودي سيستم وسكين وماسلز في الصفحة اللي قبلها.
لكن مهمين للديفلوبمنت ان يونج. لو اتولد بيبي ما عندوش ثايرويد او مال فانكشن ثايرويد، اتولد بثايرويد بس فيها انزيم واحد ناقص، يبقى مش هتشتغل. زي عربيه ناقصه قطعه، سياره ما فيهاش قطعه، يبقى مش هتمشي، كاني ما عنديش عربيه. فسواء البيبي اتولد بدون ثايرويد او اتولد بثايرويد مش شغاله، هيحصل له مرض الكريتينيزم. احنا قلنا تي 3 تي 4 ده مهم لكل انماط الديفلوبمنت، فيزيكال ومنتال وسكشوال. فقلنا اهم حاجه منتال، انه بيبقى الطفل ايديوت، يعني عمره العقلي دون سن سنتين. اللي هقوله ده مش عليك بس عشان تفهم، يعني بيبقى الطفل ده cannot take care of himself، ما يقدرش ياخد باله، ما يقدرش يلبس نفسه، ما يقدرش يقلع، لانه عمره العقلي تحت سنتين. incontinent بيعمل على روحه، incontinent defective speech، طفل تحت سنتين ما يتكلمش، هو عنده 30 سنة بس عمره العقلي تحت سنتين، لا في كلام ولا تحكم في البول والبراز ولا cannot take care of himself or avoid common dangers. ده ما عليكش بس بفهمك يعني ايه بقى idiot. ده هو ده السبب ليه سموه كريتينيزم، لان قلت لكم الهبل في اليونان، اليونان دي بلاد الفلاسفه، ارسطو افلاطون وسقراط، فكانوا بيعزلوا كل الهبل في جزيره كريت جنب اليونان، فبقت جزيره كريت معقل هبل الهبل اللي في اليونان كله. فاي واحد اهبل في الدنيا، في الدنيا ملوش دعوه بالقصه دي، يقول لك ده اهبل زي بتوع جزيره كريت. فعشان كده سموا المرض كريتينيزم. يبقى كلمه كريتينيزم افتر ذا نيم اوف كريت ايلاند، لان الطفل ايديوت. طب فيزيكالي قلنا ان هو مهم للبونز اكتر من السوفت تيشو، فالبونز تبقى مور افكتد، وده اللي هنشوفه. فيبقى دورف قزم، بس السوفت تيشو اكتر من البونز، لن تتاثر زي البونز. وسيكشوالي قلنا استرايل وامبوتنت، ودي حكمه الهيه انه يبقى استرايل وامبوتنت. ليه؟ انا مش هقول بالهبل ده عمره عقل تحت سنتين ودورف ولسه كمان هيخلف ويمارس الجنس، يبقى استرايل وامبوتنت. طب عنده بقى سبيشال كاركترز، تعال نتفرج عليها. تخيل عنده السوفت تيشو اكتر وعنده ميكسيديميتس تيشو، ميوسين واديما. هناخد خمس حاجات من فوق لتحت. سوولن اي ليد ويز نارو بالبيبرال فيشر، يعني الاي ليد منتفخه وفتحه العين ضيقه. ديبريس نوز، اضغط كده على طرف مناخيرك بصبعك هتلاقي على طول فتحات الانف وسعت، يبقى ديبريس نوز ويز وايد نوستريلز. الفك ده بون، ما نماش كفايه بس اللسان واللبس ناموا كفايه، فيبقى عنده enlarged protruded tongue between two thick lips. اللنج enlarged وبروترودد ما بين two thick lips. طب وعشان كده الام الذكيه تلاحظ في هذا البيبي ايه بقى؟ انه لا عارف يتنفس كويس ولا عارف يرضع كويس، فتجري بيه على الطبيب فنلحق نديله ثيروكسين قبل ما يتكون بلاد برين بارير، لان بعد ساعتين ملوش قيمه العلاج، البلاد برين بارير اتكون. وعلى فكره المرض ما بيظهرش اول ما البيبي يتولد، يعني اول ما بيتولد بيبقى اسيمتوماتيك. ليه؟ لانه واخد ثيروكسين من امه. السيمتومز تظهر بعد اسابيع من البيرث. انا بقول دي اهم عرض لازم الامهات تتنبأ ليه، ان البيبي مش عارف يرضع كويس ومش عارف يتنفس كويس، لان الفك صغير واللسان واللبس كبار، فيبقى عنده ديفيكالتي ان بريدنج وديفيكالتي ان سوالينج. وساعات على فكره يموت مختنق بلسانه، ومعلش يحتملوني في الكلمة دي، وفي هذه الحالة فقد أراح واستراح، لأن ده النوع الفظيع. نمرة أربعة، في عنده فوق الكلافيكل تريانجولار سوبرا كلافيكولار باد اوف فات، يعني باد اوف فات حتة كده فات واخدة شكل تريانجل فوق الكلافيكل. نمرة خمسة والأخيرة، تخيل البلفيس بتاعه صغير والفيسرا ما صغرتش بنفس المقدرة، فهنلاقي عنده الطفل هوت بيلي ابدومن، يعني عنده كل الفيسرا طالعه لبره، عنده كرش لان البلفس صغير والفيسرا كتيره، وممكن يبقى عنده امبلايكال هيرنيا هوت بيلي ابدومن. يبقى خمس حاجات من فوق لتحت يا اولاد، تعالوا نقولهم على صوره ناخدها اهي. ده البيبي عنده كريتين، شوف الايز سوولن اي ليد ويز نارو فيشر، ديبريس نوز ويز وايد نوستريل. انا بشوف الخمسه بتحفظهم من فوق لتحت عشان ما تنساش. الاول العين swollen eyelid with narrow palpebral fissure، تحتيها المناخير depressed nose with wide nostrils، تحتيها الفم، شايف لسانه طالع ازاي؟ ال 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 tongue واللبس
swollen tongue ولبس وبعدين protrude طالع ما بين المانديبل صغير فبيبقى عنده difficulty in breathing and swallowing. وبعدين مش باينه فوق الكلافيكل عنده triangular pad of fat ونمرة خمسة تحت عنده اللي هو pot belly abdomen عشان البلفس صغير والسوفت تيشو كتيرة. يبقى ده الكريتينيزم يا ولاد. يبقى لو جالك سؤال كريتينيزم ده عبارة عن hypothyroidism in an infant. خلاص؟ كان أستاذنا رحمه الله الدكتور محمد طلعت لنا جملة جميلة قوي. There is delay in all the milestones of normal growth. يعني في تأخر في كل شواخص النمو. Delay يعني تأخر. Milestones يعني شواخص normal growth. يعني البيبي ده مفروض الطفل الطبيعي يقعد في 6 أشهر. السنان تطلع في 6 أشهر. كل ده بيتأخر. مفروض الأنتيرو فونتانيل تقفل بعد سنة ونص يتأخر. مفروض الإبيفيزيال كارتليج تلحم في مواقيت معينة. كل ده متأخر. عنده تأخر في كل شواخص النمو. عنده تأخر في النمو بأنماطه الثلاث. فيزيكال دورف ويريد دورف عادي. عنده الصوف تيشو أكتر بالبونز. وبعدين منتال إيديوت قال عن أنواع التخلف أقل من ساعتين. سيكشوالي سترايل وإنبوت نمرة ثلاثة. وما تنساش تشرح السبيشال كاركترز خمسة من فوق لتحت. آي نوز ماوث سوبرا كلافيكولار باد اوف فات بوت بيلي ابدو. وادي حتى كاتب لكم نسبته وما بيظهرش المرض اول ما يتولد لانه واخد ثيروكسين من امه بيظهر بعد ويكس. والعلاج لازم تدي له ثيروكسين قبل سنتين. ليه قبل سنتين؟ قبل ما يتكون البلاد برين بارير. عشان كده كل الاطفال في العالم كله يوم ما يتولدوا لازم نعمل لهم الثيرويد تيست. طب نيجي الميكسيديما. بالاضافه لكل اللي قلناه في الهايبوثيرويديزم الصفحه اللي قبلها في عندها سبيشال كاركتر معينه ما نعرفهاش ليه. عندها الاي براو لوس اوف ذا اوتر ثيرد اوف اي براو. اهو الاوتر ثيرد اوف اي براو بيبقى قليل قوي او فيري ثين. الجزء من الجفن الخارجي التلك الخارجي من الجفن من اسف من الجفن لا اسف من الحاجب الثلث الخارجي من الحاجب الاي براو اللي هو الحاجب الاوتر ثيرد بيبقى مفقود او ثين زي ما بنتشاور عليه. اهو اهو ده عنده ميكسيديما. الستات اللي عندها ميكسيديما احنا قلنا مرض اكتر في الفيميل بيبقى عندها هيفي منستريشن وارجولر بيجي لها الحيض كتير وغير منتظم. ليه؟ لان تي 3 تي 4 اللي ما يعرفوش دي بقولها للزملاء مهم فور ثيكنينج اوف اندوميتريا هو اللي بيقوي الغشاء المبطن للرحم. فلما يبقى في نقص في التي 3 تي 4 يقع كميه كبيره من الغشاء فيبقى هيفي منستريشن وارجولر. وبرضه رياكشن تايم اوف تندون جيرك يعني لما تعمل له ريفلكسز بتبقى بطيئه. ديلايد وريلاكسيشن بيبقى بطيء. ديلايد ريلاكسيشن ده الميكسيديما. ممكن تضيف الحاجات دي تبقى. وعلى فكره في الميكسيديما والجريفز ديزيز في حاجه مهمه بقول للناس اللي هي بتدرس سايكايتري ممكن يجي لهم ديبريشن. يعني بدايات المرض ساعات بتبقى ديبريشن وساعات نبقى متلخبطين في الديبريشن. بعض حالات الديبريشن بيبقى سببها اضطراب في الغدة الدرقية. ده الأمراض. يبقى الأمراض ما تنساش يا أولاد. أهم مرض الجريفز ديزيز. يليه في الأهمية الميكسيديما. يليه في الأهمية الكريتينيزم. في الجريفز والميكسيديما الأول هتقول الكوزس ثيرويدال وسوبرا ثيرويدال. قلنا في الاثنين الثيرويدال هو الأهم. والتريب من نمرة اثنين. واللابوراتوري نمرة ثلاثة. طيب وفي المانيفستيشنز قلنا ستة ممكن ترجع معاهم اللابوراتوري. ان قلنا الاول تتكلم على الحرارة كالوروجينيس. كالوروجينيس. وبعد الكالوروجينيسيس تشرح تلات حاجات تحت بعض. سكين وماسلز وبادي سيستم اللي هم اربعة. اتنين مهمين سي ان اس وكاردو فاسكولار واتنين اقل جي اي تي وريسبيشن. فالخمسة اللي هي الاذر ريليتد تو ايج في حالة الهايبو كان في كريتينيزم وميكسيديما حسب السن. في الكبار ميكسيديما دي ادلت هايبوثيروديزم. في الكريتينيزم ده انفانت هايبوكريتينيزم. قصادها الاثنين التانيين الاذر اوعى تنس اكسوفثالموس جويتر. يعني المرض اسمه اكسوفثالموس جويتر جريفز او اكسوفثالموس جويتر. وطبعا الاكسوفثالموس هي اللي خطيره. وبعدين اللابوراتوري تيست ما تنساش. طيب نيجي اخر حاجه الجويتر يا ولاد. ده سؤال شفوي. الجويتر از انلارجمنت اوف ثيرويد جلاند تضخم في غده الثيرويد. برضه للزملاء مش للطلبة الأصح مش تضخم في غدة الثيرويد. لازم نقول نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك. لا هي بسبب التهاب
ولا بسبب ورم، يعني في الناس اللي هتدخل ماستر جراحة. انما للاندر جراديوينت ستودنتس ايه تعريف الجويتر؟ انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند. طب ايه اهم كلمه؟ هل تضخم الغده حجما تشريحيا يعني انها وظيفيا فيها هايبر فانكشن؟ ده اهم سؤال. لا، الاجابه خطا. في جويتر مع نورمال فانكشن فيسموها فيسيولوجيكال جويتر، يعني الفانكشن زي الفل بس الغده كبيره. في جويتر مع هايبوثايروديزم وفي جويتر مع هايبرثايروديزم. فاكر مع الهايبرثايروديزم احنا قلنا جريفز ديزيز يا اولاد اللي هي هايبر بيسموها اكسوفثالموس جويتر، ولان قلنا الاكسوفثالموس والجويتر مش في كل حالات الجريفز. طيب في جويتر مع هايبوثايروديزم زي الانديميك جويتر لسببها كرونيك ايودين ديفيشنسي، ان لما الايودين بيبقى ناقص في حته الغده بقى بتحاول تكبر عشان تخزن ايودين، فيبقى في جويتر وفي نفس الوقت مش قادره يعني تلحق على الثيروكسين، فيبقى في هايبو فانكشن زي الانديميك جويتر المستوطن. في جويتر فيسيولوجيكال بيحصل لما احتياج الانسان الفسيولوجي يزيد للايودين فالغده تكبر عشان توفي هذا الاحتياج. طب احتياجه بيزيد في البيوبرتي، في البلوغ، في البريجننسي، في الحمل، وفي اللاكتيشن، في الرضاعه. عشان كده حتى الفيسيولوجيكال دي سموها في جويتر اوف بيوبرتي، وفي نمره 2 جويتر اوف بريجننسي، وفي جويتر اوف لاكتيشن. يعني لما يجي لها بنت في فتره البلوغ، لان قلت الامراض دي اكتر في الفيميل، او ست حامل او ست بترضع تلاقي غده كبيره، فكر دي ممكن تبقى فيسيولوجيكال. الجسم محتاج هرمونز اكتر، محتاج ايودين اكتر، لان الهرمونز بتتعمل من الايودين والتيروزين، اوعى تنسى ايودين وتيروزين، فلازم تكبر وتخزن. فاهم حاجه ان الجويتر يا اولاد اللي هو اللارجمنت ثايرويد جلاند لا يعني على الاطلاق ان في هايبر فانكشن. في جويتر مع فيسيولوجيكال اللي هي جويتر اوف بيوبرتي بريجننسي اور لاكتيشن، وفي مع هايبو ذا انديميك جويتر، وفي مع هايبر ذا اكسوبسترال جويتر. اوعى تنسى بقى في نقطه مهمه جدا، العيانين اللي عندهم هايبرثايروديزم، فاكر كنا بنعالجهم الاول ميديكال، بنديهم ادويه تمنع تكوين التي 3 والتي 4. ايه عيب الادويه دي؟ الانتي ثايرويد دراجز كلها بتكبر الغده، جايتروجينيك، ولازم دكتور النابه الشاطر ينبه العيان. العلاج الميديكال عيبه حاجه واحده يا ست، لان الست بتهتم بالمرض اكتر في الستات، والست بتهتم بمظهر رقبتها، تقول لها ان انا هديكي دواء هيقلل كل الهرمونات التي 3 والتي 4، هيحسن كل ظهر المرض، لكن الجويتر هيزيد. ليه؟ لان الانتي ثايرويد دراجز هتنقص تكوين التي 3 والتي 4، فبالنيجاتيف فيدباك هيزيد التي اس اتش، واحنا قلنا التي اس اتش ده ما بيزودش الفانكشن بس، ده بيزود كمان الاستراكشر، فيؤدي الى جويتر. عشان كده سموا الانتي ثايرويد دراجز جايتروجينيك. انا بقولها بقى ليه البوست جراديوم بطريقه لطيفه. الانتي ثايرويد دراجز بيحسن كل ظواهر المرض ما عدا الجويتر والاكسوفثالموس، فبقولها في مرض اسمه اكسوفثالموس جويتر، يعني جريفز ديزيز ده بيسموه اكسوفثالموس جويتر، الميديكال تريتمنت هيقلل تي 3 تي 4 وعليه هيحسن كل ظواهر المرض ما عدا الجويتر والاكسوفثالموس. لان ده الاكسوفثالموس ده مش سببه زياده الثيروكسين، ده سببه انتي بادز، والجويتر ده بالعكس لما ننقص الثيروكسين تي 3 تي 4 هيزيد تي اس اتش فالجويتر هتكبر. طب هل في اكلات بتكبر الغده؟ في جويتروجينيك فودز، ما تاكلهاش كتير لانها ممكن بتمنع تكوين التي 3 والتي 4 فتزود التي اس اتش فالغده تكبر، زي البروكلي، زي الكابج، الكرومب والكولي فلاور الارضبيط. ده غير طبعا يا اولاد ان الكابج والكولي فلاور بيعملوا مقاسي اخرى انتوا فاهمينها، ما تقدرش تنام مع واحد كان واكل كرومب او ارضبيط، انت فاهم ليه؟ بيطلع غازات قابله للاشتعال H2S. خلاص، زائد ان اللي بيركز على الكرومب والارنبيط، وبقولها بالطريقه اللي فيها مزاح دي عشان تفكرها، والبروكلي وفي حاجات تانية بس دول الاشهر، بيقللوا تكوين التي 3 والتي 4 فيزودوا التي اس اتش فهم جويتروجينيك. يبقى كل الانتي ثايرويد دراجز، ده السؤال المهم بقى في الام اس كيو، ار جويتروجينيك؟ عيبهم هم بيحسنوا كل ظواهر المرض لانهم بينقصوا التي 3 والتي 4،
لكن بالعكس الجويتر بتزيد والبوست جراديوت والاكسوفثالموس ما بتتحسنش لان سببها اوتو اميون انتي بوديز ضد الاكسترا اوكلر ماسل بينفخها فالاوربت تزدحم زائد الريترو اوربيتال ديبوزيشن اوف تيشو فتطلع لبره. وفي اكلات جويتورجنز البروكلي والكابج والكوليفلاور. انا عارف الثيرويد دي اكبر غده بس حاولت ان انا في الريفيجن احطها في محاضره واحده تسمع كل حاجة عن الثيرويد. وأنا بعتقد أن في الاندوكراين تبتدي بسماع المراجعات الأول ثم الكورس الثاني بعدين عشان تركز أكثر. بأشكركم على حسن إنصاتكم وأتمنى أكون أفدتكم، وبشكركم على التبرع بسخاء للأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش. وحتى ألقاكم أتمنى لكم التوفيق وألقاكم بإذن الله في وقت قريب. شكرا، سلام.